أزول، السلام عليكم. إثمات إثمات ستم إن شاء الله تفقك اليوم مليح. أنخزا راه إثمات سخيل له وش ما نغد شان إشارة أنخزا ما ذي نيشان الصوت. يمكن أنا في المشكل دي الصوت. يمكن أنا في المشكل دي الصوت. لا الصوت دار بيريد صوت مزيان. ومثلا عبد الغني يزول، السلام عليكم. تخزام أزول مرادين اللي شان الصوت. أزول دومة كريم أزول اسمع يسمع واه الصوت زين مليح. راي نور انتم عبد الغني. خمس ان رجيت مثلا رسويت مثلا غد كل شوي البارتاج ما رخصن ما يمي ذا مش زريم ذي العنوان نشن المواضيع مهم يتهم من إيريفيين التريفيين. أنرجع شوية مثلا سويت مثلا غادي نبارطاج جيج تمين وتمو أتف أكون بذا أي ثمات سويت ما ذي الحلقة يا ثاني تينا الراديو مش تسنم كور غانغ كور رابع كور سفت أنت قد الراديو يا وانيتين تسمى ذا ثومة عبد الغني نهار هذا نوجيو ديار الخطاب منين العراب منين هم قاخ مي غيكمرو مثلا عبد الغني اتف هذا من عظم المجال الواتساب اتف تقم مداخلات نوم كما العاده مش قمت يعني كون رابع السفته يا ثمات سوي ثما نرجع شويه تاي ثمات نغد سوي ثما نغد قل شويه من البارتاج وش اتف اكيو من بدا ان شاء الله. أزول أيث مثلا مرة زول مثلا فاطمة التمساماني أزول أزول مثلا عيسى ومثلا مرة أيث مثلا سويث مثلا ومثلا سعيد سعيدو نستم شوية البارتاجية أيث مثلا سويث الله يرحم الوالدين. ذا جل الموضوع مهم مش نذو مثلا عند الغني قوات ما أدي شرنت الرأي الناس غادي يسور خ الخطاب من العراب ومن يجي نعاود مهمة الطاس الأذرعة نيغ فوسا زيران المخزن ذانيتين في أوروبا غنغدا شال المسائل كوا كي كوا كي مثنتي دنفاقي يثمات سوي ثماس الدلائل في الملموس مش تسنمشين دائما خميد نكار نسور خشان حاجتي لا إما نبحث دايس نوزو دايس المجموعة أنا يثماثنغ ما بينهم ومثلا عبد الغني يضرب عضنا يثماثنغ يتجان دي الخفاء تحيا زير المنبرة وانيتيت كنت تما يجي المجهود ضمقرا ثومة عبد الغني أزول السلام عليكم. قادش الطاس الطاس تما رمي إذا تلبي الدعوة النغ باش كان خثير نهار ذي الراديو الريف المستقل باش تشدرشك الرأي النش ذي الخطاب من العراب وعاود داخل مي غيكمل الخطاب مي غتشد تسمى الرأي النش مش توالد في مسرائيل من بعد تفنك زغيج الموضوع نغني عاود فوس زيرا هذا المخزن ولكن تاني مثلا عبد الغني قبري غنروح نسيور خ المواضيع عين يخدنو انا مصور ذاك كيف مثلا في سويت مثلا واش عبد الغني نغنشين تسمى انت ورا ذاج المواضيع مهمين الطاس واش واش بو المشكل اتي تقذ استعرفت ثم عبد الغني ما يمي باش بنادم هذا يعمم الفكره باش مارس فهمان قديم يوذن دي السوسيين دي قبيريين دي تسمى وفهمن شا ثما زيخ تمنغ ونشن وغانغبو المشكل تسمى بنادم دي السيور ثما زيخت ولكن تاني مرة مرة يا ثما تسوي ثما بنادم يخص دي السيور باش هادي عمم هادي السيور استعرفت باش السنين رجلوس النغني
مخن السوار أيتما سويتما أواليش كاثو مت عبد الغني أزول اسمع غشتما مساء الخير إخواني أخواتي مجدي نذومة كريم مهمة البر الرغبة يا عقتينش مش نتق بين المستمعين نظني خمين السور المزيخت وزمان خنت بعين وخن فهمن وخد خيس نزعم السن من ديني إذن هاد السور عرفت باش نعمم. المهم دري التواصل جارنا حتى شت مثلا غير فين قفاه من الدارجة نجغاب انسي ورق سينات سيج اللغة يفهمن ما راغي ودان مساء الخير إخواني. المهم كان الأخ كريم طلب مني واش يمكننا نديرو المداخلة ديال اليوم بالدارجة يعني العامية اللي كيفهمها كل واحد، والآن غادي نلبي الرغبة ديالو. وإخواني المهم الموضوع اللي كاين اليوم كما شفت أنا في راديو الريف المستقيل، وكان واحد الخطاب ديال العراب تجسس العابر للقارات وبالأخص ما يتعلق هنا في أوروبا للمهم المهجرين متابعين كذلك هنايا الأيادي ديال المخابرات اللي كاينه هنا في اوروبا، يعني التجسس سواء متطور عبر التكنولوجيا او التجسس ديال الاشخاص كذلك، او المهم اللي كيقوموا بالدعايه لهذا النظام هذا على المستوى الاوروبي. هذا هو الموضوع اللي شفت انا المهم اللي دار لي مهم اختاروا الاخ كريم. المهم غادي نبدا ما يتعلق بالخطاب ديال عراب التجسس العابر للقارات محمد السادس. من خلال الخطاب ديالو أولا من ناحية الشكل، أن الإنسان هذاك المهم ما عندوش القدرات حتى باش يتكلم، وفي نفس الوقت ما عنده حتى الكفاءة ديال القراءة كما لاحظتم إلا سمعتوا ذاك الخطاب هذاك كيتمتم فيه وكيقوم بأخطاء وأغلاط، وخا كتبوا له الخطاب على أوراق كرتونية يعني كتبان بينها كبيرة، الخطاب ما كيتجاوز 14 دقيقة، كيتطرق في البداية العموميات بالأخص العموميات ما يتعلق ديما كيرجع المسألة ديال المقدسات ويهضر على الوحدة والإجماع وجماع يعني 22 عام هو تما، ودابا عاد كيرجع لقضية ما يسمى بالنموذج التنموي. واحد النموذج التنموي هو بنفسه في واحد الوقت قال بأنه فاشل، والآن عاود تاني يديروا واحد اللجنة عاود يديروا نموذج تنموي آخر. يعني إلا شفنا غير من ناحية غير المنطق ولا المهم في العالم كله ملي كيهضروا على مؤسسات ولا كيتكلموا على قضية بأنهم عندهم مؤسسات ودولة الحق والقانون ودولة فيها التعددية الحزبية، فإلا درتي نموذج تنموي أو نموذج أو المهم اختارتي واحد الطريق اقتصادي اللي غادي يديروا البلاد، فما هي تقع الوجود ديال هذوك الأحزاب؟ وعلاش غادي يديروا الانتخابات باش يمكن يتنافسوا؟ لأن الأحزاب غالبا كدار كل واحد عنده المهم اختيار ايديولوجي، اما اشتراكي اما ليبرالي اما فوضوي اما خلوطي، اما المهم يكون عندهم واحد النوع ديال الاختيار مهم سياسي واقتصادي وكيتنافسوا عليه في الانتخابات. وملي اللي كياخذ الاغلبيه كيطبق البرنامج ديالو، ولكن في المغرب دابا هاد محمد سته داير لهم النموذج التنموي كما كيسميه، وفي نفس الوقت الناس غادي يديروا انتخابات. علاش غادي ينتخبوا؟ واش غادي يتنافسوا غير بيناتهم؟ شكون اللي غادي يقول اللي كيركع اكثر هو اللي غادي ياخذ المناصب يعني المقاعد الكثيره؟ هذا هي المنافسه، غادي تكون دابا على شكون اللي غادي يقول عاش سيدهم اكثر من الاخر ولا كيركع اكثر من الاخر. هذا مهم، غير كنفتح هذا القوس هذا على قضيه المحتوى ديال ذاك الخطاب ديالو
يعني المتكرر والمائع، وبحال اللي كان كيقول قبل، المهم بالورط ما بالورط في بعض الخطابات السابقة، والآن عاوتاني كيعاود نفس الهضرة، الهضرة اللي يعني ما واخد 22 عام وهو عاد كيدور في نفس الهضرة وحدها. هو كيستغل جميع الثروات ديال البلاد، مستحوذ عليها هو والحاشية ديالو والأتباع ديالو، وكيعطي واحد شوية ديال الغنائم للمصفقين، ولكن الأساس في الموضوع كله، وكيتكلم على المقدسات، هو بحال لا شي مقدس، ولكن المقدس من يعني هذا هو مقدس حبيب، حبيب زعيطر، ميمكنش يهضر على القدسية. فالخطاب المخزني كيبقى تما هو هذا كيدور تم، وكيمجد بالقوات القمعية في الخطاب ديالو، وكيستعمل المهم بالنسبة لجدو محمد بن يوسف ولباه، كيقول بينا ضحاو باش ضحاو، ضحاو بالشعب وفقروه وهو كمل عليه، هذه هي التضحيات اللي قاموا بها، هما ضحوا بالناس، قمعوا، قتلوا، قتلوا في الريف، قتلوا في مناطق أخرى، يعني خداو كل الممتلكات ديال البلاد، وكمل عليها محمد هذا عراب ديال الجاسوسية في العالم. وكيهرب في الخطاب ديالو، ما لقى ما يقول، كيرجع لهم ولا الاخر الجيران الخوتنا الجزائريين، كيتكلم على الحدود خصها تفتح، ولكن شكون اللي سدها؟ يعني ما، وهو الباه محمد الحسن الثاني السفاح، هو في 94 هو اللي فرض التأشيرات على الشعب الجزائري. ملي كتفرض التأشيرة المعنى ديالها ما يمكنلكش تدخل البلاد، بحال أوروبا مثلا كدير التأشيرات، إذن بزاف ديال الناس من إفريقيا ولا من بلدان أخرى ما يمكنلاش تجي عندهم هنايا، يعني التأشيرة ما كتاخدها إلا بالمتاعب، أو المهم إلا كان الواحد غني ولا يمكن يحط يفرضوا عليه شحال ديال الفلوس عنده ولا، المهم كتعرفوا هذه المسائل هذه شنو المعنى ديال التأشيرات، ولا ديرها ما بين الجيران ما بين الإخوان، المعنى ديالها كتسد الحدود، يدير شكون سدها؟ سدها باه، وهو كي الهروب الى الامام باش ما يهضرش في المسائل المعقوله والحقيقيه اللي العالم كله الان، ان كي مش كيتهم يعني بالدلائل بان المغرب بعد ما كيتجسس على المواطنين وعلى الشرفاء وعلى النشطاء، وبالاخص بداها حراك الريف وبالمناضلين ديالو يعني بالنشطاء ديال الريف، هنا بيت القصيد، وخدا برامج من عند الحليف ديالو السابق والان اللي طبع معاه وهي اسرائيل، وبدا كيتغول على العالم كله، واستعمل برنامج ديالهم ديال التجسس، واخا سميتها بيجاسوس، ولكن هي يعني النظام الجاسوس هو هذا ديال، يعني خدا حتى التكنولوجيا وبدا كيتجسس سواء داخليا، وهذه هي اللي لنا في اوروبا بالنسبه اللي كيهمنا حنا، وهو حنا لان كيهربوا، بان حتى بدات جسوا على صحفيين وعلى وزراء فرنسا وعلى شخصيات اخرى بالالاف، يعني مازال غادي يظهر، عاد بداو كيتكلموا على التجسس ديال النظام، اما النظام خدا هذاك البرنامج من القديم باش يتجسس على النشطاء، على ديال حراك الريف، وعلى كل اللي دعم حراك الريف، وكل اللي ضامن معاه، سواء بالأخص الصحفيين ولا الناس المهم السياسيون اللي مهم متعاطفين مع الريف. فهذه هي، كان هاد الخطاب ديالو كان خصو بعد يتكلم يبرأ نفسه بأنه حنا ما كنجسو على حد مثلا، لأن هذا هو البيت القصيد، هذا هو الموضوع الحالي اللي كيدور على المغرب. المغرب بلد اللي خرق جميع المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحقوق الفردية، بالحرمة ديال الناس، استعمل التجسس ديالو يعني اللي خدا من عند الحلفاء ديالو، او المهم اللي كيحميوه من اسرائيل وامريكان وغيرهم، على الحرمات
بزاف ديال الناس منهم إلا كتذكروا فؤاد المومني، الأستاذ فؤاد المومني، أو نجسوا كذلك على الراضي وعلى الرفاق ديالو وعلى بوعشرين وعلى الريسوني بداك البرنامج. ومشي غير هادو، ولكن حتى بالنسبة للنشطاء اللي كاينين في أوروبا منهم ريافة أو الآخرين مناضلين ضد النظام. أما في أوروبا فكيتكلموا على نفوسهم بعض المرات، وهذه مزيان مزيان أن المغرب غادي يتفضح، وخا من ما يسمى بالأصدقاء ديالو ولا اللي كيحميوه الفرنسيين اللي طعضوا، يعني كيقولوا شنو هذا، يعني هذا النظام هذا كيتجس حتى علينا حنا، وخا داروا مثلا بالنسبة للسلطات الفرنسية اللي المهم ما قدرتش دير إدانة حقيقية، لأن عندهم مصالح في المغرب، وهذاك راه المهم هما كيحميوه، هما اللي صنعوه، هما صنعوا ذاك النظام هما كيحميوه. ولكن بالنسبة للصحفيين أو بالنسبة للمنظمات الحقوقية، وبالأخص بالنسبة لأمنيستي انترناسيونال ولا فوربودن ستوريز ديال الصحفيين، هادو فضحوا المغرب وداروه في المرتبة الأولى ديال شكون اللي كيستعمل التجسس في العالم. بالأخ يعني حنايا ملي تمسو هما بداو كيهضروا على هذا الموضوع، ولكن العمق الحقيقي وهو حنا اللي مهم علاش كيستعمل ذاك التجسس ديالو. لأن ملي كيكون واحد النظام ضعيف ما عندوش يعني كيدافع غير على باش يبقى في السلطة، يستعمل هذه المسائل ديال التجسس. وهذه هذه القضية هذه خداوها من عند سيادهم الفرنسيين، لأن حتى يعني الملك الأخراني في المملكة الفرنسية السابقة لويس 16 كان في الأواخر ديالو، اللي كانت حركة ديال المعارضين من المتنورين من الكتاب، وكان يستعمل الجواسيس واللي كان كيسميهم ليموش، يعني الدباب كانوا كيمشيو للأندية فين كانوا بعض المفكرين والفلاسفة والمعارضين ديالو، كان كيصيفطو من المقاهي والأندية الثقافية إلى آخره، كان كيسميهم ليموش. ذاك الوقت ما كانش هاد بيجا تجسس، ولكن محمد ستة من غير الجواسيس ديالو ديال الودين من المقدم وطالع الفوق، أو اللي كيستعملهم في المساجد أو في أماكن أخرى، الآن كيستعمل حتى قضية التكنولوجيا العالية من عند الناس اللي المهم اللي عندهم مصالح تما في ذاك البلاد اللي خربوها وخدوا الثروات ديالها، وهو المهم اللي كي بالمشاركة ديالو. فهذا هو الموضوع اللي كان خصو يهضر عليه هاد محمد ستالين، هو الموضوع اللي الساعة اللي داير في العالم كله. ولكن هو بدا كيتهرب في قضية مشى الجزائر، الحدود خصنا نحلو، وكيتدرع من الشعب الجزائري ومن الرئيس الجزائري أنه هو ما عندوش دخل في هذا الموضوع، ولا الرئيس الحالي ولا الرئيس السابق يعني بوتفليقة في هذا الموضوع، يعني اللي كانوا قبل هما اللي سدوا الحدود، يعني باه هو اللي ما بغاش يتطرق لباه، باه هو اللي دار تأشيرات على الشعب الجزائري فرضها، أو الجزائر قالت إلا فرضتي هاد التأشيرات فحنايا كذلك غادي نسدو الحدود، لأن كانت حتى هما في خطر، كان كي النظام ديال المغرب النظام المخزني كان كيدعم الإرهاب في الجزائر، فحتى هما جاتهم من جناتي والناس أنهم يسدوا هذه الحدود هذه اللي كيجي لهم الصداع من الجار ديال الغرب. هذا هو الموضوع اللي كان محمد ستة خصو يهضر عليه، خصو يتكلم على هذا الموضوع هذا ديال ان هذا النظام اللي وصل الاواخر ديالو الضعف ديالو رجعه غير التجسسيه، يحكم على صحفيين من 5 سنين 6 سنين 20 عام، او الشرفاء
مناضلين النشطاء ديال حراك الريف حتى ل 20 عام، من ضمنهم مهم بالنسبة للناصر الزفزافي أو بالنسبة للجلول أو الآخرون اللي مازالين حتى هما في السجون ديالو ديال الدلي والعار، فهو خصو يعطي الحسابات على هذه المسائل اللي كيدير تجاه الشعب، وحنايا محسوسين بهذا الموضوع هذا. كان خصو يبرر نفسه يقول ودي حنايا ما عمرنا ما جسمنا على شي واحد مثلا، خصو كان الخطاب ديالو يدير هكذا دي توجو ديال 22 عام ديالو، هو ديال تما فوق داك ما يسمى بالعرش ديالو، يعني تربع تما باش ينهب وراه مازال كينهب، والمشكل ديالو مشكل ديال القدرات، ما عنده حتى القضية باش يمكن يتكلم ولا الكفاءة باش يمكن يقرأ واحد الخطاب معين، واخا كتبوه له كما قلت لكم في البداية في الكارتون في أوراق كبار، ولكن الأخطاء بالجملة في كل جملة. هذا ما يتعلق بهاد يعني هاد الخطاب هذا ديالو، خطاب ركيك، خطاب ممل وما فيه حتى شي افق لذاك البلاد، ما حد هذاك مازال تما هو اللي يعني متسلط على ذاك البلاد، هو والنظام ديالو ديال الملكية وهاد ما يسمى بالعلويين، فما غادي تكون لا تنمية ولا شي نموذج. النموذج وهو الحقيقي اللي خصو يدار بالنسبة للشعب، إلا فاش ما يبقاش هاد الشعب يبقى غير غاشي وماشي، خصو النموذج، وهو خص الإطاحة بهذا النظام وإسقاطه، عاد باش يمكن تبدا واحد الطفرة جديدة وعهد جديد لذاك البلاد. هذه هي بالنسبة لي لهذا التعليق على هذا الخطاب ديال عراب التجسس العابر للقارات. أما ما يتعلق بالعمل يعني الأكثر خطورة اللي كتشكل على المهجرين، وهي الذراع ديالو المتواجدة هنا في أوروبا على الصعيد الأوروبي، واللي فين عنده قيمة متهولة هي في المساجد، ما عندهمش شي مكان قور، لأن على المستوى ديال الجمعيات كلهم هذوك ما يسمى بالمجلس مجالس ديال المساجد وكيستعملوا بعض التعابير ديالهم ديال قضية تمثيلية ديال جمعيات حقوقية أو جمعيات المجتمع المدني، وكيدافعوا على المهاجرين، أبدا ما عندهم تتواجد على المستوى ديال الدفاع على شي مهاجر، هما أسماء هكذا يسميو جمعيات معينة، وفي نفس الوقت كي غير باش إرضاء أسيادهم تما في المغرب كيعطيو هاد السميات هادي، وبأنهم متواجدين وراهم كيخدموا المصالح ديال المهاجرين، يعني اسم بدون مسمى، ما كاينش، ما موجودينش إلا توغل ديالهم في المساجد، يستغلوا المساجد باش يمروا السياسة ديال النظام، سواء اللي هما معينين من وزارة الأوقاف ما يسمى بالأوقاف والشؤون المهم الإسلامية، هاد الناس هادو معينين وخدامين في المخابرات، سواء في لاجيت سواء المهم هما كاينين بعض الفقهاء، ولكن هما في الحقيقة من المخابرات، وما مديورين هنا إلا باش يديروا الدعاية للنظام. نذكركم بشي حويجات مهم باش تفهموا مزيان هذه المسائل. مثلا في 22 ماي اللي داز، في ليلة القدر الناس كيمشيو للمساجد، يعني لا المسجد وهو بيت للعبادة، وفي نفس الوقت كاين الروحانيات بالنسبة للناس اللي كيمشيو للمسجد، ولكن بالنسبة للنظام كيستعملوا كبوق ليه، حتى في يوم ديال يعني ليلة القدر هنا في هولندا في ذاك المسجد الكبير أو في مسجد أخرى، الناس
باش يتكلموا على المسائل الدينية بيناتهم ويصلي والمهم ويعبدوا ومسائل يستعملوا مسائل روحانية للتقرب من خالقهم، لا كيستعملوا فيه الخطاب ديال المخزن والتضرع للمهم باسم محمد ستة، واستغلال ذاك الليلة نيت ديال ليلة القدر، الخطاب اللي فيها هو يدور حول المقدسات ديال محمد ستة وغيره. إذن هاد الناس هادو واخا كيمشيو للمساجد كتقول بأنها كيصليو، ولكن كنقول ماشي الناس اللي كتصلي، ولكن هادو اللي كيسيروا هاد المساجد، وبالأخص هنا في هولندا هذاك المسجد اللي كيتسمى المسجد الكبير في أمستردام، وبعض المساجد الأخرى، ماشي كل شيء المساجد، ولكن هاد المساجد اللي استحوذ عليها النظام فهي بوق الدعاية لهاد، يعني للمخزن ولسيدهم محمد ستة اللي هو إمام معروف عليه أنه كيهدر على القدسية، ولكن هو صديق زغيطرة، وكتعرف الفضائح اللي كاينة بيناتهم، واش هذا مقدس واش هذا كيتكلموا عليه الناس بالقدسية. واستغلال كل مرة الآن عاوتاني ملي كاين هاد المسألة ديال ما يسمى بهذا عيد العرش ديالو 22 عام، عاود من جديد في المساجد واحد المجموعة منهم عاود باش يمكن التهنئة لسيدهم، ولكن منين؟ في المسجد، يعني ما من المساجد من الفسق. ودايرين بعض عندهم واحد المجلة مثلا هنا في هولندا ما معروفاش بزاف، ولكن كيخرجوها إلا في هذه المناسبات هذه، اللي سميتها السياسة العامة، سمعوا بعد اسم السياسة العامة، وهي فيها ناس اللي كيسيروا المسجد الكبير، وفيها اللي كي في اللجنة ديال اللي كيصيغوا المقالات اللي كاينة في هذه الجريدة هذه، عندهم ارتباط وثيق ومراسلين ديال هيسبريس مثلا في المغرب، وكل الكتابات ديالهم والخطابات ديالهم كتدور في هذا الإطار هذا ديال قضية هم مجندو مع سيدهم، وكيهضروا على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، وفي نفس الوقت كاين فيها تحريض بعض الخطابات اللي كاينين تما. أعطيك مثال الأخ كريم، ملي أنت والأخ عيسى كنتم مشيتوا داك المهم التمثيلية ديال هذا النظام المخزني في إتريخت أو في أماكن أخرى، ونزلتوا داك الراية اللي ديال اليوطي، وطلعتوا فيها الراية ديال المهم واخا بيضاء، المهم تحيدتوا هذاك الشيء، المهم درتوا أعمال بحال هكذا رمزي لإنزال هذيك الراية، وهذا كله غير بالنسبة كرمز من نضال، لأن كفى من هذاك العجرفة والقمع ديال ذاك النظام هذاك، عبرتوا بطريقتكم في ذاك هذه المجموعة اللي كتسمى في هنا في هولندا اللي كتسير هذوك المساجد، وهذا داروا بيان وكيتكلموا على ان هادو اعداء الوطن وخص محاربتهم، هذا يعني واحد النوع ديال التحرك، انتم ما استعملتوا لا عنف لا والو، ولكن هادو يحرضون على العنف يعني اتجاهكم او اتجاه النشطاء الاخرون، كيبغيو يعبروا بان الوطن غير ليهم هما في الحقيقه ليسوا وطنيون، ولكن هما خبزيون، وهاد الناس هادو المهم ذوي المصالح والامتيازات، اللي كيمشيو للمغرب كيمشيو كيدوهم لوطيلات ديال 5 النجوم اللي ما عمرو ما شافوها، كيعطيوهم يمكن حتى امتيازات اخرى في البقع ديال الاراضي، وهذا باش يخدموا المهم المصلحه والدعايه لهذا النظام هذا، وكياخذوا تمويل، يعطيهم تمويلات سواء من هذاك ما يسمى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ديال أحمد توفيق، أو
من مؤسسات اخرى، هذه سميتها مؤسسة الحسن الثاني او مؤسسات اخرى، المهم كل واحد راه موزعين الادوار ديالهم، مثلا هذا ياخذ التعليم، هذا ياخذ المسائل الدينية مثلا. فهاد الناس هادو واحد المجموعة، ما بغيش ندخل في الأسماء وكنعرفوهم واحد واحد هنا بالأخص، المهم اللي كنعرفوه اللي خارج للواجهة، ومن بعد ملي كنعرفوهم ولاو كيتخبعوا يعني، حتى الصور ديالهم بدو يحيدوهم بعد. المهم شي وحدين كيديروا أنهم أئمة إلى آخره، وهما كيمشيو للمغرب في المناسبة ديال هذا العيد اللي كيتسمى عيد العرش. ولكن دابا حيت مع هذه الجائحة ما مشاوش هاد السنة والسنة اللي مضات، ولكن اللي قبل منها كانوا كيمشيو لتما، كيعطيو واحد الوجه هنا في هولندا، كيتكلموا لأن المغرب كيروج بالأكاذيب ديالو، كيهضر على الإسلام الوسطي، واش الإسلام فيه شو وسطي ولا فيه مؤخري ولا مقدمي، راه فيه إسلام هذاك سميتو بأنه وسطي. ولكن هكذا باش كيروج هذه المسألة هذه في أوروبا بالنسبة يعني الحكومات الأوروبية والدول الأوروبية، بأن راه المغرب عنده إسلام معتدل ووسطي، ولكن جميع العمليات الإرهابية اللي وقعت في أوروبا ما كانش وحدة اللي ما كانش فيها مغربي ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا 100% مغاربة، تبداها من اسبانيا تمشي لفرنسا ولا تمشي لهولندا ولا في بلجيكا ولا يعني غير هما، ما كاينش يعني من جنسيات اخرى ولا قليله، ولكن الاغلبيه من المغرب. فملي كيتكلم على الاسلام الوسطي يعني كدعايه، وفي نفس الوقت كيصيفطوا هنا واحد النوع ديال الائمه كيقولوا بان هادو راه حنا باش ديال التسامح في الخطابات ديالهم هكذا ملي كيديروها مع الهولنديين او مع الفرنسيين، او احنا مهم من اجل التسامح وهذا، ولكن اي تسامح ما يعني من ناحيه المضمون عمر ما كان فيه شي تسامح هاد الناس هادو بعد، اولا لا من الناحيه القمعيه في المغرب يعني الا كانوا بصح يامنوا بشي حاجه يعني بالرحمه وبالتسامح، ما كانش خصهم يعتقلوا الناس غير حيت خرجوا كيقلبوا على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا داهم السجون. الصحفيين اللي كيتكلموا اللي كانوا صادقين ومستقلين يعني ما تابعينش للنظام، إلا داروا غير ما قال واحد، أما كيديروا لهم كيمنعوهم من النشر، أو مشاو للحبس بحال اللي داروا البو 20 والريزوني والراضي وغيرهم. فهذا هو الإسلام الوسطي وديال التسامح، ما فيش تسامح، هذا قمعي. وفي أوروبا كما ذكرت أن تشوفوا في من اللي بدأت العمليات الإرهابية في أوروبا الأغلبية فيها من أصول من جو من تما من المغرب، فهما اللي قاموا بهذه العمليات. اما هذا الاسلام هذا اللي كيقول الوسطي ما قراهمش مزيان ما رباهمش على التسامح، ولا هذا النظام هذا عنده يد طويله جدا في هذه العمليات، وظهرت حتى في اسبانيا يعني كان بزاف ديال يعني الصحفيين الاسبانيين كيميلوا الاطروحات بان المغرب كيضغط على اوروبا بالطريقه هذه ديال ان توقع عمليات ارهابيه باش يمكن يتكلموا معاه باش يتسمى حتى هو داخل في بحال اللي قال لها محمد سته في الخطاب ديالو، اورموتاوس يعني حنا ديال الجوار الاقليم اورموتاوسيتي، وهو كيضغط عليهم بالارهاب، اما ديروا هكذا ولا نديروا هكذا. هذا هو اللي المهم راه شفتو حتى مؤخرا كيفاش بالنسبه مع اسبانيا كيهددها الآن، المهم ما استعملش الإرهاب يعني ديال الاغتيالات، ولكن كيرهبها بحل يفتح الحدود ويهجم بالأطفال بالقاصرين بالنساء على الحدود ديال سبتة. فهذا هو المهم الإرهاب بطريقة أخرى.
وهذا هو اللي كيشيعوا هنايا باش يعني باش يكون عندهم لقاءات مع وزارة الداخلية اللي كاينة من الناحية الأمنية حقا، وكيديروا دوريات بيناتهم وكيدخلوا فيها المغرب وضغط عليهم بهذه القضية هذه، بحال إلا هو اللي كيحارب الإرهاب الإسلامي، ولكن هو في نفس الوقت عنده ضلوع في هذه القضية هذه. المخابرات ديالو هي اللي كتستعمل هذه المسائل هذه. وهنا في أوروبا هاد يعني الناس اللي كاينين بعض الآئمة عشان يعني نحترم الآئمة يعني اللي هما بالفعل مستقيمين، اللي بالفعل كيقوموا بالدور ديالهم الديني الحقيقي، ولكن الآخرون اللي هما رسميا اللي مستحوذ عليهم النظام فهما مديورين إلا بوق للدعاية لهذا النظام هذا. وهادو اللي كيديرين بوق راه معروفين من أنهم كذلك، هما كيضربوا على المصالح ديالهم المادية، المصالح ديالهم المادية، ولكن كيستغلوا الخطاب الديني في المساجد للناس اللي كيمشيو للمسجد للعبادة، لأن المسجد هي دار للعبادة، ولكن اللي كيسيروا بعض المساجد واللي مستحوذ عليها النظام هادوك الناس المهم كيخدموا المصالح ديالهم، ولا يهمهم لا دين ولا هما اللي كيهمهم هو المصلحة المادية ديالهم، وكيستعملوا جميع الوسائل للولاء كما كيقولوا هما ما بين قوسين يسيدهم ويديروا له جميع هما عارفين مثلا بان هذاك الملك راه ما هو لا مقدس ولا القدسية، هما عارفين بان شنو هو العلاقات ديالو مثلا والميولات ديالو، هذا زعيط راه هذه كانت مرته سلمى بناني ما ظهرت حتى واحد ما كيتكلم عليها، يعني يستعملوه بانه من المقدسات، فهذا يعني إذا النفاق، وهادو منافقون وكيتعاملوا على مصلحتهم المادية، وفيهم أسماء بلا ما نذكرهم كنعرفوهم بالأسماء ديالهم وش كيديروا واش كانوا كيديروا وشنو هما الاتصالات اللي كيقوموا بها في المغرب وشنو هو العمل ديالهم هنايا، وهذه داخلة دائما في التجسس. غير دابا المهم بالنسبة للمخابرات المغربية طورة شوية أكثر، دارت تحالف دارت المهم، وبالأخص دابا ملي داروه يعني علانية هذاك التطبيع مع إسرائيل صافي ولاو تحب لهم ولاو غوال في العالم، ويمكن لهم يجسوا على كل واحد، يمكن على الجيرة الجزائريين يمكن على، ولكن هما الغرض ديالهم وهو كل النشطاء وكل المعارضين اللي ضد هذا النظام هذا، هو الغرض هي علاش المهم دايرين داك التجسس كله. اما المسائل الاخرى ديال بر على فرنساويين ولا على الا كيدور على ولا على ناس اخرين، وهو كيفاش يمكن ليهم هاد الناس هادو ما يكونش عندهم ارتباط بهاد المعارضة ولا يساعدوها ولا، المهم هذا هو البيت القصيد، هو داك النظام كيدابز غير باش يبقى في السلطة وكيستعمل جميع الوسائل ديالو. الأخ كريم، إذا كان شي سؤال ما عند شي آخ يتفضل باش يمكن لينا نغنيو هذا النقاش هذا بيناتنا. اخو الاخ عبد الغني، قبل ما نمشي للمداخله ديال الاخوان، كاين هنا واحد المقال غادي نتلوه عليك بما يتعلق هذيك واحد الجريده عندهم هنا، واللي كيكتب لهم هو هنا من المقالات المغرب هنا من هولندا الهسبريس، قال لك اخويا الاخ عبد الغني، قال لك هنايا غادي ندوزو، استنى ندوزو هنا في المباشر باش الاخوان ديالنا حتى هما يقدروا يشوفوا معنا هاد الاخر. المهم قال لك امستردام حفل تكريمي الاطر الدبلوماسيه المغربيه بهولندا
اعترافا بمجهوداتهم في مساعدة أبناء الجالية المغربية. واخا يعني الأخ عبد الغني، هاد الناس كيتكلموا بالاسم ديال اسم أبناء الجالية، يعني كيتكلم بالاسم ديالك ديالي وبزاف ديال الناس اللي ما عطاولهمش الصلاحية باش يهضروا على علينا بعد أنا وأنت الأخ عبد الغني وبزاف ديال الإخوان، ما عطاولهمش باش يتكلموا عليهم. واخا نقراو شنو كاتب هنا، قال لك نظمت مؤسسة الصداقة بأمستردام يوم السبت 26 من يونيو 2021 حفل تكريم الأطر الدبلوماسية المغربية بهولندا، اعترافا من المؤسسات على المجهودات الجبارة والعمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الأطر لخدمة أبناء ووطنهم في الخارج. ويتعلق الأمر بالسيد الفاضل عبد القادر القادري، الإطار الدبلوماسي ذو الكفاءات المهنية العالية وصاحب الابتسامة الجميلة، غير كيمدحوا، المهم المعروف بحضوره الدائم في كل المناسبات الوطنية والدينية التي تقام بجميع ربوع المدن الهولندية. يشغل السيد القادري منحب منصب دبلوماسي سامي مهم جدا، إذ يعتبر وزير مفاوض مكلف بالشؤون القنصليات والاجتماعيات بالسفارة المغربية بلاهاي. وجاء هذا التكريم تزامنا مع اقتراب انتهاء فترة عمله بهولندا وعودته لمقر وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط. يعتبر عبده القادر رجل المواقف الصعبة الذي يخضع باحترام الجميع، وذلك بخصله الحميدة وخلقه أخلاقه العالية، وسابق دائم الأداء واجبه والاستماع إلى تظلمات أبناء الجالية وحول مشاكلهم ومساعداتهم وتقديم الحلول المناسبة لهم. نضم الحفل أيضا لتكريم القنصل العام بأمستردام الأستاذ محمد المتوكل، نظرا لجهوده المبذولة وتفانيه في العمل اتجاه أبناء الجالية المغربية بأمستردام منذ توليه مهمة القنصليات العامة إلى يومنا هذا. مختصرات عن العناية الملكية السامية التي ما فتى يوليها صاحب الدجاجة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الغر اليمين الميامين لقضايا الجالية المغربية، خاصة في ظل بروز أجيال جديدة تتميز بغناء كفاءاتها في مجالات وميادين مختلفة. تعامل الجالية المغربية المقيمة بالمهجر جاهدة على خدمة قضاياتنا الأولى قضية الصحراء المغربية، كما تساهم أيضا في التصدي لخصوم وحدتنا الترابية في مجموعات من المحافل الدولية، وذلك لتغيير الفكر النمطي الذي كان أعداء وحدة الترابية يعملون على تسويقه حول القضايا الوطنية. المهم الأخ عبد الغني، أنا درت المجهود ديالي، راك عارف أنا هذه العربية غير تعلمتها غير من جا الحراك، درت كندير شوية المجهود الأخ عبد الغني، وأنت عارف هذا الشيء كصديق
صديق كنعرفو من بداية الحراك، أنت عارف من بداية الحراك ما كنتش كنعرف هاد العربية، ولكن تاني درت المجهود ديالي باش نبقاو نقراو شوية هاد شنو كيكتبوا شنو كيديروا باش نفهموا. المهم الأخ عبد الغني، راك سمعتي لهاد المقال؟ بدا كيقول لك كيخدموا المصالح ديال أبناء الجالية والآخر المهم نخلي لك دير واحد التعليق على هاد المقال، لحقاش في شهر 6 دار هاد الشيء، وبداو كيفرقوا تما الاوسمه بيناتهم، ودوزت شي تصاور ديال هادوك اللي فرقوا لهم الاوسمه. وكاينين الاخ عبد الغني، واخا الناس عندهم واحد المكان كبير هنا في هولندا في المؤسسات ديال هولندا، ولكن تاني ملي كيديروا شي هك كي كي كيفرقوا هذه الاوسمه، كنشوفوا هذوك الناس اللي عندهم المكنه اللي يكونوا اوفياء لهذه الدوله فين كاينين، كنشوفوهم مع هذه القنصليات وكيفرقوا لهم الاوسمه. وشنو تقدر تقول في هذا الشيء الاخ عبد الله؟ تفضل. انا اول مساله اللي بغيت نقول، اولا حنا ماشي جاليه ديال شي واحد، حنا سواء انا ولا انت ولا واحد اخر، حنا ريافه وكنعيشوا في هولندا كمواطنين هولنديين، ما حناش جاليه ديال شي واحد، والاغلبيه ديالنا مهم كانت نعتبره مهاجرين او مهجرين، وكل واحد جاي يدبر على راسه هنايا كيفاش يعيش، سواء هروب من القمع او جا في اطار التجمع العائلي او جا مهم على المستوى، يعني يقلب على الخدمة هنا خارج، يعني خارج ذاك الدولة اللي ما عطاتوش هذه الامكانيات، كل واحد فينا وكيفاش الظروف ديالو حتى جعلته جا لهذه البلاد، ما احنا الجالية ديال حد، هذه الاولى. اما يتعلق بهذا الموضوع، هما كيكتبوا اللي عجبهم، ويعني راه كنت التدخل ديالي قلت الناس هادو اصحاب المصالح ديالهم الماديه مع ذاك النظام، واللي كسب المهم الماده ما كاينش شي حاجه اخرى، وكيديروا اسلوب هكذا كما شفتي، اسلوب ديال الكلام ديالهم فيه اولا الخيال، فيه ثانيا الكذوب، وقضية باش تقول بأنهم كيخدموا مصالح ديال المهاجرين، أي مصلحة غادي يخدموها هاد. أولا القنصليات علاش مديورة في العالم كله، كاع الدول عندهم قنصليات يكون فيها بعض المسائل مصالح ديال الإدارة، الناس كيكون باغي شهادة ديال كاين اللي تولدوا هنا كيبغي يسجل ولادو مثلا في القنصلية، كاين بزاف اللي كيبغي يسجلهم يبقاو مرتبطين يعني بلاد ماشي بلادهم، يبغي يكون يسجلوا بان في القنصليه فلان بن فلان ولا بنت فلان يسجلها، لان عنده مازال الجواز ديالو ديال داك البلاد وكيبغي يسجل ولادو، او عنده شي مسائل اداريه بغى يتزوج ولا بغى يطلق ولا، المهم كتربطوا بداك القنصليه خصو يقضي هذاك الغرض، يعني اش من عمل اللي كيتكلموا عليه بان كيقوم بمساعده المهاجر، ما عنده ما يساعد، هذا موظف كان خدام موظف، وكما كاين تما المهم كيفاش كيكبروا به تما بانه بمثابه وزير يعني في القنصليات، هذيك خدمته كان خدمه، واللي كيكون خدام في شي حاجه ما خصوش يقول بان راه خدمات الاخرون، راه موظف وكان كيتقاضى عليها اجره، حتى الا خدم مزيان كاع لنفرض كان كيقوم بالعمل ديالو مزيان، مثلا ما كانوش كيقهروا الناس في القنصليات، وما الى قضوا لهم الغرض ديالهم يعني في الوقت ولا، هذيك راه خدمته مثلا، ولكن ماشي ما عندهم ما يخدم المصالح ديال المهاجرين، المصالح ديال المهاجرين كتخدمها الدوله فين هما موجودين، هولندا مثلا الناس المواطنين هناك هولندا هي اللي كتخدم المصالح ديالهم، اولا في المدارس كيقراوا وليداتهم، في المسائل ديال السكن، في الصحة، في الترفيه، في الطبيعة يخرج وليد هو وليداتو للطبيعة، يعني المصالح ديالو كاينين هنا، هذوما اللي كيخدموا له المصالح ديالو، ماشي هذوك الدولة قلت لك مرتبطة بهم إلا ببعض الأوراق الإدارية، مرة كيقضيوها كما في ذاك القنصليات، بعض المرات كيقوموا يعني يمكن
كاين بعض الموظفين كيشتغلوا مزيان، كاين وحدين اخرين لا. المهم هذيك خدمتهم، ماشي باش تمجد بيهم وتقول كيخدم مصالح. اما ما بالنقطه كاع اللي كاينه في هذيك، هي بيت القصيد ديالهم، ذاك النوع ديال المقالات دائما يمشيوا لك لذاك الوحده الترابيه والصحراء. كاين هنايا شي مغربي كيبقى يدافع على شي صحراء، الكدو لينا ما عندوش اولا مؤسسات هنا ولا عندهم شي جمعيات حقيقيه، هذوك غير كلام ما كاينش. هذوك غير باش كيكتبوا هذه المقالات، هذوك كيبينوا لسيادهم في المغرب بان هما كيقوموا بشي دور هنا، ما عندهم حتى شي دور، وغير غير يعني حبر على ورقه. داك السميات كتسمع مغاربه العالم، بعد السميات ديال شي نوع ديال الجمعيات كتلقى فيها واحد شخص واحد وكيسميها جمعيات ومثيله، ما كيمثل حتى واحد، ما كيمثلوا حتى شي واحد، وما كيقوموا بأي عمل يعني خدمة للمهاجرين. لأن كاين هنايا جمعيات اللي هي أما اجتماعية أو اللي كتعطي المساعدات الاجتماعية مع الهولنديين، يعني سواء في الأحياء أو سواء على المستوى ديال المدن. ونعطيك مثال، لأن في السابق كانوا هنايا خدام المخزن كان دار هنايا التنظيمات ديالو ما يسمى بالوداديات، ولكن كانت كتحارب من خلال الجمعيات اللي هي كانت ديمقراطية ومستقلة على ذاك النظام، كانت كتفضح جميع الأعمال ديال ذاك الوداديات اللي كانت كترهب الناس وكتخوفهم. وكانوا هذاك الوداد مديورين إلا باش يجي نهار هذا ما يسمى بهذا عيد العرش، باش يكتبوا شي رسالة للولاء لسيدهم وشعل بهم مجموعة ديال الناس، واحد المجموعة قليلة اللي قلت لك عندهم مصالح. والأغلبية فيهم هذوك اللي كانوا في الوداديات، الأغلبية فيهم هما من يعني الباترونات ولا كبار المهربين اللي كانوا هنايا ديال المخدرات، وراجعوا للمغرب وداروا تما أملاك وداروا، والنظام كان كيعرفهم وكانوا كيتعاملوا معاهم. الأغلبية فيهم ده ما في، ما نقول السميات اليوم، إلى طلبوا الخوت السميات نجوا في شي حلقة أخرى ونتكلموا عليهم. والآن من بعد ما دار ما يسمى بالمجلس الاستشاري للجالية اللي كيسميوها هما المغربية بالخارج في 2005 أظن، أش وقع؟ حيدوا هذيك الوداديات، ما بقاش داك السميه هذيك، ولاو يديروا اطار اخر سموه هذا الشيء ديال المجلس الاستشاري للمغاربه المقيمين، ولا المهم كما يسميهم الجاليه المقيمه بالخارج، ولاو دخلوا اطار اخرى بطريقه اخرى، كيستقطبوا الرياضيون، كيستقطبوا الناس اللي عندهم المقاولات الصغرى ولا الكبيره، كيستقطبوا بعض الموظفين اللي قلتي دابا اللي هنا في هولندا نيت خدامين مع الإدارة الهولندية واللي عطاتهم يعني المكانة واللي قراتهم ولا اللي كيخدم ولو كيستقطبوهم باش يخدموا عاوتاني لهاد هذيك الجملة اللي قلت عليهم في الاخر، لخدمة مواطنين ولا الوطن والوحدة الترابية والمقدسات، باش يكتبوا هذا النوع ديال هذه الجمل هذه ويصيفطوها في هذه المناسبة ديال عيد العرش. يعني هذا هو اللي كان، يعني ما عندهم لا تمثيلية ولا تواجد ديالهم على المستوى التمثيلي، ما كاينش، ما كاين لا جمعيات عندهم، عندهم التسميات اللي كاينين غالبا هي ديال الجوامع، واخا كاينين وراهم كاين التوغل ديالهم في الجوامع، ولان النظام المهم المغربي كي يستعمل المساجد والمنافسة مع الآخرين كانوا اللي بالتمويلات سعودية أو قطرية أو كويتية أو في السابق، هو عاوتاني هذاك النوع ديال ذوك المساجد خصو هو اللي يستحوذ عليها ويدير لها المهم المسيرين من عنده، سواء هنا في هولندا سواء في جميع الدول الأوروبية، في بلجيكا في فرنسا في إسبانيا في جميع الأماكن كيمشي للمساجد، لان كيعرف ان المسجد بزاف الناس كيمشيو تما كدار العباده، كيكون تما العدد كبير ديال الناس، يعني الكم هائل، ولكن هو خصو يستحوذ على الناس تما في المساجد وبالخطاب ديالو، يعني سواء الخرافي ديال الكذب ديال قضيه المقدسات
بحال داك الشيء ديال محمد بن يوسف اللي سموه محمد الخامس، اللي كانوا من بعد الاستقلال الشكلي بعد 56 كيدوروا الناس في السواق. المهم دايرين الدعاية ديال حزب الاستقلال اللي كانوا مازال متحالفين معاه آنذاك، كيخرجوا الناس ديالهم كيخرجوا للسواق وكيقولوا راه محمد الخامس راه كيبان في القمر، شوفوا مزيان هكذا، مع الناس مساكين كانوا مازال واحد النوع ديال الجهل وكان الضعف وكان المهم كيعملوا بالخرافات. دوكي بالزوع، المهم هكذا بالكذب بالكذب هكذا، حتى ولاو كيامنوا بالكذوب انه ولاو كيشوفوا بصح في القمر. ومن بعد واحد المده ما بقاش حزب الاستقلال، المهم ما عطاهمش داك الشيء اللي كان بغاو، لان جا الحسن الثاني بغي يستحوذ على السلطه بوحده، بداو كيقولوا لذاك صحاب الناس ديال هذا جهدنا عليك محمد بن يوسف، يعني ودرنا مجهود معاك زعما بيناك في القمر، ولكن في الاخر درتي فينا خديتي السلطه بوحدك. هادو في هذا الوقت نفس الشيء، يعني غير هادو بطريقه اخرى، يعني هذا جهدنا عليك محمد السادس راه المهم ذوي المصالح اللي كيعطوهم بقع ارضيه في المغرب ولا كيعطوهم امتيازات اخرى ولا كي الدعايه مستمره وغاديه. ومنهم حتى بعد نيت اللي هنايا بعض الرياضيين ولا بعض هذا اللي طلعتهم هولندا، ولكن في الاخر كيمشي لذاك المخزن هذاك لان كيرشيوهم بطريقه اخرى، يعني ما كنظنش كلهم كيترشوا بالفلوس ولكن كيترشوا بطريقه اخرى، انه كيعطيهم امتيازات في المغرب كيستقبلوهم مزيان يديهم لوطيلات كيكبروا بيهم، كتلقاه ولد يعني مهاجر وما عمره ما شاف داك الشيء، حتى كيديوه للبدخ يديوه للقصوره يديوه لهذا، كيقول صافي راه حتى انا عندي مكانه في هذا العالم، كيحس براسو بان راهو حتى هو شي حاجه. هاي الشيء باش مدوخينهم. وهذيك المقال دابا اللي قلتي لي الاخ كريم، ما هي الصياغه ديالهم، هما اللي باغي يعني هما اللي كيصيغوا داك الشيء وكيكذبوا، يعني يصيغوا اللي عجبهم ويقولوا اللي كاين. الحقيقه هي مرة عليهم ان كيعرفوا داك هذيك البلاد بلاد غادية في الهاوية، في يعني واحد النوع ديال الجائحة شدت داك البلاد كلها، سواء لا في التعليم لا في الصحة لا في لا في الممارسات ولا على المستوى ديال المجتمع، وما كاينش واحد الملي يكون يهضر معاك الراس في الراس كيقول لك ايه عندك الحق، ولكن في الصياغة ديال بعض المقالات بحال هكذا راه كيكبروا بداك البلاد وبداك المخزن وبداك النظام، وهذه كلها داخله في النفاق ديالهم المجتمعي، لان هذاك النظام خلق من هاد البشر، خلق بنادم يعني منافق اجتماعيا ومنافق، ما يعني باش يوصل المصلحه ديالو يقدر يقول كل عجب ويكتب كل عجب. تفضل اخويا كريم. واخا الاخ عبد الغني، قبل ما نمشيو عندي واحد السؤال اخر، نقدر نقول الاخوان الاخوات ايثماثنا غسو ايثماثنا، وني خصنا ديك المداخله، الواتساب بقى يعزم، نمرو الواتساب اقد توران داس نجدي الشاشه مروه ذوم دي تبين شامليح اقد ني ذي العنوان ان نولايف، يعني ايثمات سويثما كما العاده مش نسن وضع الراديو رابع السفت المداخلات نوم كنيو تسمى، وني خصنا ديك المداخلات اني يعني نقر خويا عزم الواتساب دي نشوف سقسي يو مثلا عبد الغني نيغ مرادي ان شاء الله الاضافه يعزو تيديك القراص فيرو الواتساب يعزم عرق الزوم. مرحبا بكم ثم عبد الغني. واخا المهم نروح عاود نضرب جهودتي ونروح نسيورس الدارجه ثم عبد الغني. مش نكفيني ثومة عبد الغني كور كور رمضان سكند الأئمة السياز زكفيثر تسري ذاي ثومة عبد الغني واتير سكند الأئمة السياز زكفيثر مانت الدور نسن شنو هو الدور واسمح روح غرفه في رمضان كيسردو الأئمة من المغرب أفيثر ليستابل واخا ثومات عبد الغني غان غانيتين يجي المداخلة انجليزي كوتور النش
اتفقت صنف ذي يايث مثلا. الو السلام عليكم ازول ثومت نو واخا وشي جنت سيكون اه طويها ثومت كاري سري ذي ثومت ثومت سري مايير تريغا شوي راجل راجل ثومت نو هذه اه تسمح هل فعذر بني غنعذر شوي خلا كارليتنا واخ واه انت سرايا شي ثومت نو تفضل واخا سير لايف واه سخسير الله ضروري اه شكون سير لايف ثومت كاري تحيه كنوطاس تحيه غير مثلا مره تعرفت قام شنو نشك اذا عرفت تما القصابه باش تستورق أيه هذا يسامحني هذا يسامحني حار ينغم مش مكين صور تعرف نفس صور تمازيغ نفس صور دا جراند ستنيغ نمشي نبدا نصور الحقيقه او ما تنغ عبد الغني زعما يصور جيت مثلا غير في ناس سنن الا النظام اللي وش النظام اللي راضي ورقي النص يراضي مزيداوي يراضي الوداديات يراضي الشباب يراضي الترف ده النظام اللي نفوذ الناس اطرح هاي وزان اني السلب والسياسه غير اني غاتجيب وغير تسمى بنادم يتوار نمشي نقارص يخدم تحت رقاح فاهم اذا قال حتى النظام اللي ماني تواجه يخف الناس ماني ديسيان يخف الناس بالله النظام اللي قوى ومحمد السادس مولات الخلخال ما ذا الخطوبه 22 سنه ما مشينا هما عبد الغني ما ذا الوجه الشعب الناس ما غيرناش لكن ساكن خصك سمر حريق انا نكسر شي حريقه كيف محمد السادس مشي لنا مني تومات لنا غاك القصوره غاك التمنيات تستغل على القصوره تعيش دي مليح مين مين قوارب قتل الزغاور ما تلقاش كيكسر الالم وانت قارج القنش الاسره تسمى الاسره تسمى شريفه خص هذا يتعبد هذا يتعبد تنبسطي في خاك وماذا الشعب إيه مثلا عام قانا شقان بالدرج المرشح اللي انتخابات لكن غينا ذا ما تنغيري فينا قوي السنة عدون خان نخسر قرون قان غادا مني ونقدم ولو ذاني تي جروب الأغلبية ما مشينا ذا ما تنغ عبد الغني ربعا متمزي ذا ويت يعني ذا ما تكارين ذا الحقيقة وانت عيشيت ماذا ذا الحقيقة اتيش تسنو تيلات باطر اتيش تسنو لاب باطر وذاني تي تسمى تسمى ذا الواقع زريخ داك السي اللي تسمى المسؤوليه الناس تحمل غير المسؤوليه غير الخالق اللي معايا تسمى من مين يقرا وما تطلعني اذا غنغطوس يتسمى يمدرير زاد يشوها زاد يشو زاد يشو التواسيس قوالو زاد يري مليح زاد يمدق الطوموبيل يا الله هذا راح يقول باطل احسن قاين هاد المنافقين اين هاد المنافقين خزاغ الشعب يعرفيه ما يمين توا يفهم يخف الناس ما يمين الضاغري حرا يوماس انا كنمشي من غدا بوين جار انا الا قاش كل النظام هو النظام ما هو توجيه النظام ما هو السور ذاك يعيش يني اكي مزررني هيا قسانا قاعد حنغا يعيش يني قاعد حنغا المغرب هيا حارين والله ما كنسني هاي مزرر وهاي عاد حمدي يجي الله يحسن عاون مدني وذا انا غاسل الوالدين تنهرشن ونزور الزهر اي اللي ولد الملك كان غير حكمت المفسد يقارش سن تحسبه امام الله واش كشي المره الشعب اللي تنغي تدير بحوره تاع جد قضي بحال من تقال الفكر ما انا يوزان عادي الثقه ديما انا هي ما يوزان وما الشعب ما يموت تنشقي مغطرانيه ومين يعنواني الشعب مين مين يفهم عاد نغس الميلان القمان من كونجاره نغلق كارمين يا مو لا قوينين يا مو والنظام كيخدم في ورق الناس غاس يتسيان ملايين يتقل جمعيات يتقل مؤسسات واش كملاه غاتي كوين زوالو قام تحت تسمى اوروبا تعاون الملك ما يمي المصباح النص ولكن شتي مع خو الشنوان سينا نسكتها برات النغنيشان انت مرغا بوين جار ولكن هني هنا اوروبيين ما خصها كيس نمرغ ناوي حق النغ يخسان مون المون الدمية هايدا الاغلبية بوين جار بلا نزو حق النغ ماشي لا على الراس يتاز داني تي زوي غرومو هاي الزور هادي النحاس امين غاد حطينا شي ني ماروكو قايت الصباح اما عندنا في الصباح وقت يخسوالو غانغ الملك يشنا غان مزيان يتكسرا ورق قاسم ايوا سي تما يتسارع بوز عيطر يشاش داير قصاد وين الله يلعن البتولة بحال هادي كاع الله يلعبو الملك والله يلعبو دولة والله يلعبو الشمايت والموت لابد منها موت راجل أيها الإنسان أيها العابد
بركه من التخرويض، بركه من التكرفيص، راه 40 مليون وباغي غير الخبز. راه كيقولوه الناس قدام القصر ديالك وقدام البرلمان ديالك، باغينا غير الخبز. هو واش هذا الشعب؟ هذا مصنوع، هذا ماشي الشعب، هذا الشعب ديال العبوديه، الشعب ديال الذل. وديما كنقولها، هذا الملك عارف بالله ديك الشعب ما يسواش، والشعب ميت ما يهضرش. ويجي عندي انا يدير لي كومنتار احسن دوله في العالم، راه المغرب راه ضرب الصحراء. سيروا الكلاب، سيروا ابكيوا على حقكم. راه دابا الناس باغي يمشي للمريخ باش غيشوف الدنيا كي دايره، وانت عاد كتطلب غير الخبز. الملك ديالك السفاح كلا لك الثروه ديالك وكلا لك السمك غير السمك. السمك هنا في اوروبا كيشوى 5 اورو، يعني 50 درهم، وفي البلاد كيشوى 200 درهم. انما انت كتاكل غير حاجه غاليه، وغادي يزيدكم، غادي يزيدكم في الدقيق، في الزيت، في الماء، في الغاز. طلع لهم هذيك الدعم. انتم مذلولين، انتم ما فيكمش الرجوله، وانتم كاع باغي تعيشوا اطوال الايام، اطوال السنه، من اجل تعيشوا مذلولين. ايوه الشعب المذلول، نوض بكي على راسك. وراه بو 20، وراه ناصر الزفي، خويا محمد جلول، وراه الناس مشاو، باقيو الرجال. يقول لك نموت بأي مكان، موت على كرامتي وحقي. انتم ما بغيتوش، انتم كاع بغيتو. واحد كيدير الفيديو باغي يشطح واحد، اش هاد الشعب، اش هاد التخرويض. وكنحيي جميع الأحرار، كنحيي أي حر، أنا كنحييه. إنما أنا كنعرف راسي مخلوق من الخالق، نعيش حياتي في الثروات ديالي وفي الطبيعة ديالي، ولكن أنا محروم منها. داك الشيء اللي بقى فينا، بقينا كنموتوا. واش الإنسان ما كيحتفلش بالأصيلة ديالو، بالتاريخ ديالو؟ واش هادي دولة ولا ما عرفت والو كاع؟ تحياتي هذوما تكريم النغف قذاهم من شق السور ثم تاع الله الغني عوض تعالى. تحية شق الشجاعة، وغربوا السواليد السقا. تحية شق الشجاعة النشك، زيد تسمى زي اتبعنا الراديو الأوفياء، اش يحفظ الله تعالى المنبر، منبر النش من المخسة كاع لطواري داريو الراديو التسدت عباد خمين غاش السيورد وجوش غيقض عندني تفهم مذ ملا اش يحفظ الله تعالى. تحياتي هما تكاري ميوزيك الناغ كومي وتشكاك كيما عز، مرات تشكاك ثوما تاع عبد الغني غيج. التحية زكور غاور وافقدهم. اش يحفظ الله تعالى ثوما بارك الله فيك. ايو زومي ان نتقذوا مثلا في حفظ الله تعالى ذني تذا الديمقراطية، وني خصني ديني نشان حاجز هذه كاع ذات ديني. المهم نجتو مات عبد الغني الخو، انا شوي غث مازيغ تاع عبد الغني النا الخو صافي كس لي زيكوتور ني الله يتسامح ما يبقي تاكلش. هاثو مات عبد الغني الخو صافي نقرب شوي غث مازيغ تني دا وحده غالي ديال شان شان النسقسيين تفاث نتنجو، ولكن تاني الخو نعزم المداخله في ياث مثلا تصويت مثلا كبري غث كذا تسمات تدخ شويه من النوم مثلا ينتحيا زي المنبر والدين إثما تسويثما واللي خصنا ديك المداخلة قال واتساب يازم. ثومة عبد الغني أواريشك أمينو أمينو تقاداش أمينو أمينو، وتحية عالية في الكلمة ينش. نسيت ما ديرين أطاس زينة بالأخ سيريفيين أديرنا مشاك أس حسين، ولكن هذا عبان كذلك قوخ غاس الكلمة، غاس الكلمة مشي بالضروري وقال شنوان كسير وخلا يزرى ورا يقوبة. وعلى الأقل غار بنادم أديني من غاس قورينس واتنيني بصراحة أو يسجح شر مخزني والملكية النخس واتسجح ديد ماثني وبالأخس وخان شين دير وقتها تاني دير ما نسي ورد خعيد العرش موانيتين التعليق آخر خطاب النيينسة وخنسي ورد خاص، وما في الحقيقه وصلت تشتش القيمه ها، ولكن خاطي نعرف شويه خنيتي تصبع عرفت اشني ها قون خوني حكم هذا وريقت وسنطيخة الزريم قوريناس والو يتمتم ديني واجي ترجوه. اولا نغاصبو القدرات، ثانيا نغاصبو الكفاءه، خاصك مزيار هو قوني جي جا كاسول ديال غرين سكوش كلشي من دسي جي تيقا زعما سيد غا بلجيكا من يجي جا رئيس المفوض دير وقت نقاناس دولور دم دوك نسن المغرب الناس زعما قيد كاكيس الاطروحين حتى جا جاد بدا طارح دي كارتي روجني. والمهم دي امستردام جي كاردين بدا تزر نقاناس ميسيكا وانا دين
حسوني جو غاس المشكلة وني جان وزير الداخلية دريس البصري جدك التقارير غابة بس يقرا سامي يتقمش هو ني سيدني الزيغ والو جيتو مفضي وحتى مسن عديس سلوخا هشام مني اللي بعد نينات الكتاب يورث يبدا يسور خميس العديس يناقش الجكاسون واخا وينو باش تكمل الكلمين ذوماتنا المهم ني يتكاس وغاصب لا قدرات قاسويني لو ما تروح دي السور من قبل واش بنادم هذا ولد الشعب بصح المواطن اللي غادي يقيم الغاشي غايت فروج السيد ني قيدها قيد الخطاب ني زري ميم جدي السور قيد معمع هو يتقلع قالوا خا الخطاب ني ورانس هادي شان شهر يمكن يتعاود اش يتعاود اش هو جي شان مباشره يتعاود يتعاود غادي ندي السفر صافي قزري ميم جدي السور لا محتوى واضح انشا وراغ الطريقه انا نمشي هو غاصله كفاءات لا والو انت يبني يا ريت غاز هو تن زعيطر هو تن دفران المهم دايني واق تيخاره صغاره مني مشي غاري يشطوه هذه بعد هذا حد يازو نسخه فيكشن زعيطر اما ضم مواطني ونشي بالاخص نشي نروح دير وقت ثانيتين غانغ الذكرى المئويه الطور الريفيه المجيده نينات الجمهورية الريفية غنشي خصنا الموضوع هاك خص نساو الربدة غنشي نمشي خصنا السيادة ناخذ مواطننا عزريم واللي المهم الممكن ننسن ذي الأمم المتحدة السفير نيتواس من خم من ديننا باش تسند بين ما نغاصن كورنسن بعدا فضحا ديخ فنسن يبدا يقارس قنشين مهم الشعب القبائل من أقدم الشعوب في جنوب إفريقيا وأقدم احتلال جزائريين احتلال نخنسن مشين الاحتلال العلوي مجان غي جدد ذيارفون شين جعان الجمهورية استقلينا سواء زي الاستعمارات النيجير دي فنغان غاض موت ورز النظام المهم علوي شين غانغ غانغ بعد المرجعية قديني إيج الجمهورية هذا 5 سنين تكمل واجي الشهاني يومين يقدر تيام يجي موجودين إذن السفيرة ها قاتي غاسن ديني مجي جا غاسن شوية الأخلاق وغاسن الشجاعة الأدبية وفي دي كمرد في نبلنا القبائل حق تقرير المصير الشعب القبائلي والشعب الريفي كذلك ما هو في دقع ولكن خصصت يديني أفتحن يخفنسن إذن واجوسني لينا سنان وهو حراك الريف قاسويني أتمت قاروخا 4 سنين وخا علينا 5 سنين إنا ثني نظامني أغايت من الميل يعني من بود وقدينا تنطقيه رش محمد ستاني قيه رش قد ولا ما مشت الدقيقة ونشيني ريفيين أنا كسية جفنا غاغا وجانا أنا نشين خصان السيادة النغ خضموات النغ كلمات استعمال الاثنين مصطلحات النسن الانفصال شنو هذيك بوني نشين خنا زو السياده شنو ما جات جاك كيش باش كيش مفصل نمشي ماشي نفصل عليك ما عمر ما كنت معاك واش غنفصل عليك انا عندي السياده ديالي خصها نسترجعها زيد هذا هما الكريم النغمه هو ما تعدل الاغنيه مرات خصك تقول لي زيكوتور ني غنغداو كي نغوتش مثلا فاطمه زي اسبانيا نتقاداش مخصبان ما غوتش مثلا فاطمه المهم اواري شمدين شو سقسيني خصك تسول شان حاجه نخشى الاضافه نقارم اي ثمث نغت سي ثمث نغت سرينام وخر التومة عبد الغنيم يتسرايا اواري شموت شمث نغت فاطمه وثومة كريم يوز زمر بدا زول مرة ثومة كيدش مرة ريفيين نطري ريفيين الأحرار ماني مجانت عبر العالم وين وجد الحق الأحرار القرص الله يهديكم عزمت كسر بين داختي التاويد كسر حتى ونختي التاويد واه وستناين تشكاهتوس الأستاذ ثومة عبد الغني سوتوس الفاختوس زقامت بذام المسيرة قي عاذا كيدوان وثقي مخرب دا المهم ثم تينو كريم يكتسرى مايا نتسرى يا موتش مثلا مرة نتسرى واه
أزغس قريج سقسيته مثلا الأستاذ عبد الغني كان تاع المجاهد دم قرن مثل المجاهدين ممش السنة ممش السنة مرة يعني الوليد الناس بلا ما وصل حتى سن تفاصيل حتى سن وينه خص غسيني ما غاك عاد الامل اخي حكم العصابيه سقسي ختن شوه دا سقسي تو مات النغا عبد الغني اي جنحاش تنغني نمش ربدا قاستين ما 70 سنة غتو مات النغ كريم اللي ثني حكم الخانة من هنا ربدا حميت كندا الشحن قانا نخلا قدا ومن قدا ومن ونشين مرة الوالدين نغروح نوازرين والو وكان غاد ونزري والو ميمي وقت جبن القضية دام زوا غادقين عادي غا خاسن غا نعشح هذا فين هاد خدمن مليح انخزا ويخدمن ويخدمن عادي غا نعشح تمني حتى ريا نرد شنوا وارن وخا غادي يطس لكن سمح ثيا وذو من عخبور خط ايوزك النيو أيوزك تحياتي تم قرانت انا نغني تحياتي تقدش مطس واخا ثومة عبد الغنير خو غاكس لي زيكوتور ني اش راح يمثك مرض قمارة ما رايت فيه واخا اي ثمات سوي ثمات قولني خصنا ديك التليفون الواتساب وها ثومات تقولي ما تغطي التليفون خو عاد عاود قيم كين غار خط ثومات عبد الغني قد تسمى عرض خوتش مثلا فاطمة بعجلة ما راه خصنا ما يتفارغ ذي المكالمة مثلا الغنية ومجددا اي ثمات سوي ثمات وني خصنا ديادف اخص ديادف في الواتساب يخصو دي تقبو غا التليفون العادي هيا زكني ثومات عبد الغني وريشك تقدم وجمينو والسلام عزاني شامي هذا حرشت وقع دي حوريين وقع الحرار النار وقع عشت مثلا غريفيين تريفيين السؤالين أم زيار وذ النيد قضية واش إنات النظام هاقد أو جمينو قيقوها الهوية النظام لبدا الأنظمة قجل نختدى منيس العراف تجيني لأني جي طلبت كاري من غيني قديم بزاف المستمعين خسن تصنت الجويس تعرفت من كان شي كيري فيين دي الوضعية اني وفي تلارني اني جيتي تصدعرفت اني اختي ديجيني او تشمالني شوف شن نظام شن جحكام خميك يطاوب غاواد دي صافي ايه وقا غا موض يتارت غا خدو شكمة هزريم من يوقعن دي قضية انه رقم تامين بان جساس الخيوكدان سواء نوخا سبرانشين خانغ شيني ريفيان ولا خاشت مثلا مثلا بدان تي داك ناصر بدان تي داك ومي بدا الحراك بدان التجسس نسن ستريفويات مسائل ومي تصغين لو خال برنامج نين التجسس نينات يسندوشا اسرائيل بدان جساسا تتغي بدا نبارا يعني من غير ولكن تني الهدف نسنا وشمينو هي نشين نشين خيري فيين دوا يعني اسنان سنة مقران بعد نسني رقم يطوان من ياك العلاقة نسني اللغة الرسمية قجة الجزيرة بداك إسرائيل ولكن وقجين رسميين وين برامج المهم بدن جساسن لغة جيني خمسن دينة ما 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 غير نفس المازيغ دينة الغول سامح ماي أمزيو جينا أمزيو في العالم روح زعما قتني مجهدن جهدن يعاونيت يعاونيت الامريكان جيت تراب روح يعاونيت نعاود اسرائيل وصافي زعما قد ولن جهدن يو من يكون شيء الضعف او جماعة قبل ان خمي تاتي تارا غا حتى جسوس دين اذن وغاس بول حجو غاس شاش نجحش ذاك الشعب وغاس شا اذن اللي من سن جوانديد ان قارو الملوك فرنسا ومن قان لويس 16 ان قارو جيمينس جغاس يتسمى الجواسيسين يتسمى راس النيزان لي موش فرانسيس يسقد غا غارق هو قادر وقت ني دي باريس ني غدي دي ندم دي قران دي فرنسا يبدا جات مسرقه رو غاس نشاي شي رو قامني مسرقه ندير قهوي مسرقه ندير بعض الانديه الثقافيه مثلا ولا الكتاب نسان ينجي جا معارضين ولا ضد النظام لوي 16 يسقد قاناس لي موش قاناس ايزان باش جساسن واليمين سروخني صافي من بعد ارماني حق الناس جي واني تين لقى نفس الشيء
ما كان يا ريت غا خت جزوز اذا النظام صنعي راح. اما خيني روح غاو تما السؤال وسني دقني يني وداني كيتدفن غا ما يسمى روح دقن انتخاب ودخلنا عليكم رقم نيت دي ديجن هزي 56 زي استقلال الشكلية ماشي تسمى موري موحد الاحتقلال يعني نوع التحايل التحايل الخانة زير وقت نيثني ما اي انتخابات وين يب من ينس البرلمان نغام واش ما صدق الانتخابات اللي دقين ديال البرلمانات اللي غاصن قد جنت ديني غا الواجهه غا باش تجن جن تسويض وها بارا غا اوروبا بين قان قاغان غنتشن حق الديمقراطيه قد صوت نيودار قاغان التعدديه غان الاحزاب طوس الاحزاب غاصن شاد نين يغدرها يعني دي أور دي افريقيا جيج وقت جا كان الحزب الوحيد يعني يحكم جيج حزب يترقتني الديكتاتوريه انتني زعما قايم بزاف وثني الحزب ديج وغاص ندير 33 حزب انت كيف كيف مو غام مو هذا اسم شنج بعض يساريين وهاد كاين خمسه زعما ولكن انت اثنين وخا عاوتاني طوع انت اثنين اثنين راكعين كيف كيف هم اثنين مسحب اليمين ام حزب استقلال من الحركه الشعبيه والحركه الديمقراطيه المهم قد نوع عندي الاسماء الاسماء وش عبر خير من دين دقين دين كوشي بشضاحن قال برلماني قد دريع قياني سرق جنشن درت مية وشي حاجة وقارن ثن درت 195 يعني خاص الغرفة الثانية قاقت دين جعلين شن 500 وشي حاجة نيودان أم يغاصن مق تخارص نيجن شخص الطمقران باش هذا غنيش جبنية شمرار عاوتاني غاصن دياز دينا خاصن يخضب دي 2 أكتوبر وكل الشعنات اكتوبر ويسنا يعني الجمعه دي سنين دي كور اكتوبر باش عزم البرلمان باش هاد ياسديني محمد سته اخاص ندي خضب صافي المهم سي جبني صاك عن ايوا صافي زقنا هاني التصفيق لي هام تاخذ خاسنها وهذه مش المنافسه قيل ذي الخطاب انسان الداروية اما جا قاقبر هاني يا رجل النموذج التنموي عمل جديد انت النموذج التنموي يا قط ما شق انت ما يقيل الجنايين ايوا الاحزاب اللي ميم 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 مي مي انت ياك شما وش ما تعيش دي اسبانيا قديني المهم الاحزاب الحزب الاشتراكي ابيض الموسى عيني الحزب الشعبي النايا المهم دين المنافسه جارس انه ما غادي برنامج ينس تولى الشعب يمي الغاص يتصوت خاص يتاز دي الطبق عينتني البرنامج الجنس الاقتصادي هذيك المهم بغا يجي جنتي اجتماعي جون مري ليبرالي جون ايواني تين محمد ستايق تقي الناس انت تقي قارس مقغانغ النموذج التنموي ايدن الاحزاب اني ميمي مني نتكل ميمي غيرين يوتي خواتير انشا خاص العمالين خاص الولاد مقال الولاد نذن هني انثنين كيسيان المناطق اكيد سن المخازن اكيد سن الى القياد قياد ممتاز الباشوات قد يني كيتسيان ضمط راني خاصنا المخابرات نسند البوليس نسند السري الى اخره قد يني كيتسيان ضمط يدني مين ميس خارقا يبدان قضيه قاضيين البرلمان وقدين واحد انتخب ما دينش المصلحه شوري في زعما مسكين غادي يدافع خارج وغادي نشاو تمنو لان وغاص واخا يمكن هذه شي نجد مليح لينفرض ولكن وغاس حتى شان السلطة وغاس حتى شان السلطة دي ومقام البرلمان يعني كسلطة تشريعية وغاس ما غاش شارع كل شيء الخطة الاقتصادية أمام الإملاءات يسنتش مثلا فرنساني إسبانياني يعني المستفيدين معنى محمد ستاد ذي النظرية كيدس ربح الزنز في اوروبا قصر ما دينا ثنيق البواخر من الصيد البحري اقدين جا من اوروبيين الجابونيين دي شينو تشاس من مي غيمان تجي شمن يبدا يصير من يلا شويه ثنيقي يقارب شويه غا غشط وغاصن من غاوين يعني خاصين المعادن قاع الاقتصاد مقرر المهم دي الصناعه دي كل شيء ينس محمد ستي يستحوذ خاص دي مدو كارينس اذن مي غادا حضا البرلمان مي خا منغ فاذن وادي مشى ماني نشكلي واه وتمينو
وندير راح ندين الا انتهازي يعني، ويسخارق خيودان قصد يسخارق، اما يسخارق خي خفين سقطني براسو، ولكن تسخارق خي بدان تيني كان شقط نفس خشل المقعد باش اضحك على البرلمان باش اجي هذه جا الشاغي حد مني، او اني يسخارق خي بدان ويتنفى خي بدان ويتنفى خي خفين. عجلة ما يمي مثلا خصويت مثلا الخوم راه خصها تراغام توغا وني خصن تسمى ديرها غير حما يكملوا مثلا عبد الغني فهو ما توغي تراغا تهز تعاود في التليفون تسمى انا جار حما مثلا عبد الغني قد تسمى يعرض خاوم شتف بنادم يزمع ديك المداخلة فهو ما توغا تراغي تراغي دقا تعاود غجد اراغي. الو السلام عليكم. ازولا ثومة عبد الغني كيش لي زيكوتور نيمارات خصك. أزول السلام عليكم أثومتينو، مرحبا. يلا ثومة نخسر سيني غي ثومة عبد الغني نشيني ري في يلم عليك تغنمون مارا عليك تغنمون يقن سهوة النظام وانينتي شحال الجميع تسري لها ياك وغاس صافع شوية الصوت مش قارب غا التليفون غا كمومو واخا قارب ني غاش سين خطغ سين سي عبد الغني ثوم سي عبد الغني نشيني رفي. الو ثومات يروح اش الصوت ثومات غاش باريز المهم رخصت تعاود اذا عاود نغمر هذا شنو مثلا نغدوتش مثلا نغني توغا ترا غندرخو عاد ما رخصت تعاودهم يجي نتوما ما توغا يتعاود المهم ثوما تبقى يتعاود. زولا ثوماتي السلام عليكم. واس خصها تسخسي اللايف واي خصها غاش تسخسي اللايف ثومات ثومات الو ثومات هاثو ما تينو خصها تسخسي اللايف باش كان مصوت خصها تسخسي اللايف مي تسنغد الصوت ني اللايف يتسنغد ثاني يتعقب انت وانت سرايش تفضل خلاصيني غي ثومة عبد الغني ملي نشينو إريفيين معليك تغنمون ألو وانت سرايش ثومة تفضل خص هذا سيني مع السوان مون الى قنسباع هذا النظام شحال هذا شحال يمكن 10 سنين قبل الى قنسباع ديت ومدي يسمر الحركات وينتا ولكن مع الاسف تسري لا هيك تسرايش يا ثوبة تفضل تسرايش مرحبا الو وثوبة تسرايش ولكن مع الاسف الشينوان مون ثومة وان مون مر خدام غاغا في نكوريا يجين يتشق في كيجين يجين يتشق في كيجين يخصنا 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 انت حد خيج 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 مار قان النظام يخص يفوق يخص يفوق ولكن يجني قان خص السوف غمو يجني قان خص السوف غمو يجني قان شق خص السوف غر السوف غدم زوان دم زوان المعتقلين هان سوف المعتقلين ونجيت انت واني قيش اكتر واني وياش اكتر اخسانا غنمون مارا فوز القفوس تسري دايين يغلا نتسرايش اتوما نتسرايش اخسان قفوس القفوس مارا انتو بروبلي المشاكل جاران جاران بريفات بريفات خاصة خلني تني حيدا شين يخصنا يخصنا ريفيا الو نتسرايش ثومة تفضل قد تسرايش الاخر مشاكل خاصة خصنا نسمع ثني زكوبري ثني خصنا انها اكو في ثار من دسكام انها اكو في ثار وثم غنيت يختص حق حق شويتي ثوما وكما فاطمه انيس نشين وقيد اسبانيون ثوما تنسى
الغاز السام. تنقضى عاش الصوت يطيح يتسد الصوت. واه سمعت نسى النغاش النغاش اخت غاد صحق شويه اخت فاطمه على حساب الغاز السام. الغاز السام يكون غزيتو فيه ثار واجد اسبانيول غزيتو كثير، ولكن تبغى طبيعه الحال مع اكو اسبانيول، ولكن ذا في ثمن يكون سري غاز السام. واخا المهم ثوما تينو ما نسقسي غاش الخوشك ما نسقسي باش قضينا يثمثل التراغان باش نختصر شويه باش نوش مار حق النوار. اسقسي غاري قاغسني ريفيا ما من الهدف غاوم الهدف قام كوريجن مني جبد باش تاو يم لايك ديزلايك لايك ديزلايك ني غاوم الهدف تبعد من النظام. هو نتي السؤال غاري واخا هذا شتوما تينو شكرا. ثم عبد الغني ودابي قال شين غنغض الديمقراطية على مكور سقسي على مكور وينات نقا مرحبا. ثم عبد الغني ودابي تسري ذا سي ثومات بعجالة باري مي قاذي نايث مثلا اختراغان وذا يث مثلا غني ديت قم التليفون يخص باش نيري شوية ذي ديمقراطية نكمار انو شاوري ونغني خص سقسي بعجالة اثنين ثلاثة مينوت فضلو مثلا عبد الغني غارخو غاكس لي زيكوتور ناثا ومات عبد الغني. قاد السيدة ومات المهم غاك الحق قتانيتين لبداج ندقزيس المهم نقاريت ندق النداءات بينا غير فيان هذه نفوس كفوس تخمن عذات هذه الجن الحزازات الأنانية المهم ربع والله المهم المسامحة وها من غنيني أمني تاون مسائل ذاتية مني ولكن البعد مقران وهو خصنا نجمع من خف مش دني قتات لابد ذات هو ضد النظام الظالم. اما جاني ريفين جالسين وخذين شل الخلافات ني خصبنا ما تيج اتي بعد اتيج المهم وازسي ونقي من الهدايس جارنا. اما ماني يخصص النادرين مارا وهو الهدف مقران وهو ذبح خانا غنسبع الجرطومة يعقد دينا الأخطبوط عقد يخان غياسين خجو فينا زي منذ روحا قرن زقوامي شو وجه حسب اختيط غازي 1956 ولكن زي قبل زقوامي يوسفني جد سنوانيتين السيد في ذاك إسبانيا فرنسا وقتين عارف الغازة السماء يعني كان نظام ونيتين مجرم نظام خصنا غوات نقبل وعما خصنا غات نقبل والثامن دي يري فين خصنا ديري نجمع نجارسا تستفد التاريخ قد نشين يبدا الشعب متسامح ولكن حتى المستوى بان النظام ديري مجرم حتى المستوى يعقد ما يمكنش التسامح هكا بس وما يمكنش تنقبل اخا نغي يحكم. شكرا لك اموينو خ تدخلي نشخ خ الاحساسي ام جات جا خصني ريامي واخا هذا الشيء ثم عبد الغنايث ما تسوي ثما فيرو يعظم يجي انت تبغي تدق التليفون هذا زدعاود غير خذ التليفون نيث ثم تزي يا عريف قطر غي غجد السلام عليكم ثومات. عليكم السلام اخويا كريم. ازول ازول المعي الزين ازول مش تجي ديم جادينو. ابلا الحمد لله واش مليح شما. الحمد لله شي يحفظ الله تعالى خمت ورا يمو حارينا اي ثمات نغتس نتعبان السور دي جنة شطة مقرا. اوا ايش السلام دام قرا يوم مثل خا عبد الغلي. إيش السلام دام قرا يثما يري في قلي دي غزة إيش السلام إيش كذا مقا نعاود معرف أما لا وش تنتهي أخويا كريم النخ إيش كان أذيني خرب عاد نور في ثارة نقع رأسه في ثار أشفاش الشباب مزيان نتطفب
تويتن تكسز سنت راهين رفانك زير جبوب اش فاش شحال غتفض شحال غسيري ديال الصافي تتاويل راه كوميسيريا غسنت تكسز راهين رفانك نقار السقماني واش الجيره ديال العالم اما لا واش غستن صباح لا غ 8 الصباح ولا غ 20 اتفضل تساوي لغا كوميسيريا راهي نار بانكي تسماني نيغ مانا يدر مونكا نشي نقاب قبل لعقا المرض 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 نشي نقار اسمي ميدا حت تساوي هجوجو ماجوج زيد داخلية الحسين مضع ما الله يكون في العون الله العون نعم واه هجوجو ماجوج عقاب يعني ميدا عنده شاح الله تعالى أحفظ ربي أحفظ يحفظ ربي يسيس الحسيمة النخ يسيس نعرف النخ زيس أول نحام زي المجرمين زيس كايريين زي شفان زي قيمتان وروخان شزيه ويخين عاني تنين شحد يتسماني زي نزريخ رمون كادين دير موية إسلمان إسلمان عمسي يتجنت نعاش نعاش نرفانك موين فهم نعاش ترتاش نرفانك إكيلو يتسميش المونكا غير قبل ما دهواني لا تقن 60 درهم 70 درهم 80 درهم حتى 90 درهم لو خومي ديه واه جوج وما جوج يتسماني ونحن غا 12 نرفانك يتسميش المونكا خطر المهم فهم الحوسي ما قد عما سلفاسد الرغاب سمتة الرغاب المهم يتسمى من دش غيني خد يحفظ الله تعالى حيسيس الحوسي ما يسيس نعرف طاوة نعرف مرة هم الله نشتيج السؤالينو السؤال توجه أخي ومثل عبد المغنين نقارس قرف 1926 إذا حقدر الجمهور دي الريفية مولاي محمد سهجانت نقارس قرف 1959-58 وكتي نقص وقاطس ذاك شماني نقارس قرف 1984 وكتي نقص وقاطس قيل نظار الحسيمة نقارس قرفين واربعة زينزان الحسيمة الخيرات دي وان داك شماني يسينا نخص وان تغاربات نقارس قرفين وحيطاش خمسان الشهداء نقارس قرفين وستاش وسبعتاش الشهداء نقارس يري في المعادة قيمة عسقم دي المجرمين مرمي غضا عزم مرع قرية يري في عادة عسقم دي المجرمين واش ميغضا في مجن ستا تعرز كنت نحيرو رواها واش ميميس غهتهم قام راهتهم ذايس أتحم ذاك النيو واش نقارس تيمزي ذا وين تمزي واش تمزي ذا إخي قيت ربي العالمين باش داس نزج واش تبلع رعشان ذا رفجع ذا الصباح أتجيد الدهوة ذا رعاسة ذا رمغاب يتسماني ني رعشان تبلع الصباح أتبلع إنما أنا يدرمونكا درمونكا درمونكا إذمانا يا خويا كريم النخ عدي وابي تيسيا بارك الله فيك ثومتين الله يرحم الوالدين الله يرحم والدينا ثومتين هاد السلام يا يثما يا يري فينا انش انش ثومت عماضي النيس ستار وان نقشلي وين هجوج وما جوج هاد السلام يا يثما السلام السلام ثومت عبد الغني ضابط كسلي زيكوتور ني تقدي جن مدخلة بخلاصة باش تقعدنا يثما ثنغني تفضلوا مثلا عبد الغني تفضل تفضلوا مثلا كسكس لي زيكوتور عبد الغني وضابط سري ذا سي ثوما تيج الحاله تما يجي الحاله مورثيه واخا المهم قبري غا ثار ذا عبد الغني قضي يجي نتا هما تنغني غاس ذا المداخله لي زيكوتور ني وشتا انقل الخلاصيه يثما ثنا ما راه غاجيش نطوريك ستيلو تا في أزول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامة ثومتين. ما شديت خويا كريم مليحني. الحمد لله بارك الله فيك ثومتين واش يحفظ الله تعالى. ثومتين وما راه غاجديني اللايف خص تنقصد باش هو غادي تفغوا وردوا بلي ذانيك. واخا. أهلا ما شدي مليحني. الحمد لله بارك الله فيك ثومتين والله يعزك. قصصيني غوماني دي سيورن زي الحسيمة و أما شي غا الحسيمة و غير ناظر أما الرس سوى ندر كيران سوى ندر كيران باش
خذ ذي نظار ذي نفيريا ذي وين المصيبة كحلا المصيبة كحلا خويا. واه واه قاغسني يا يثماني مزيغ ماشي أخو غاربيين 60 سنانين قندينا ماشي غا 5 ماشي غا يا أبعا إني تمتل قواس نتاري ذرخبا. واه ليش إني تمتل دير بحورث ياك إني تمتل ندير حبوسات ندير حبوسات نقنت ندي كوميسارية واد نتاري الخبار يجن يجن واني يجن. واه 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 ما انت بلاتي خصك تسود ذاته وما تنقش وش انا نقدش المعلومة نغنيثني دوخة رضمنا ضاع من ذيني صغابي النير تسمى الفساد عروينا ام الحسيمة من نظايك يا معركة الزاد مين دين دين نظار مين دين دين نظار وايد دين الحسيمة. واه 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 تسمى الاستعمار بمعنى الكلمة يا كثومت الاستعمار خو قتوريد بلعن خان غمريج بلعن خان المهم كشي بلعخانه يا إثمات نغي مزيغن واتفن من داخل من وعان ثبري كتشين دي النظوة راذي الحسيمة راذي ابن تيب راذي الدريوش راذي ميضة وغان من دي غان خدم يا إثمات نو وغاسن من دي غا خدم إلا تتاوين سندير بحار فهمت؟ مساكن واه نشان والو والو قا فابريكا ثقنت ندي الدال بيضة فابريكا ثقنت ندي قنيترة فابريكا ثقنت ندي الرباط فابريكا ثقنت ندي مراكش فابريكا ثقنت ندي مكناس فابريكا ثقنت ندي فاس انشين من دار غين قنا نغا عرشوض عرشوض ماني مادر واحد عرشوض قتلنا ربت الطاوي شي من غنقد شي نسي غاربية من غير تحس شي نغيج موارا خويا كاري تفضلوا مينو مرحبا تفضل إلى رب العالمين إنا نقاتل الذين يقاتلونكم إنا نقنا نغشي نخزا ذي صندح كيسن لا يجوز ليش لا يجوز عشر قايكيش متاح إشي نقاس الشفو مخزني أم خزني ذا غير وانقاس الشفي مزيغن مي وغني مزيغن وغني ثمن زيد وزيد بزيادة تاشحن خي مزيغن مزيغن كسين تاشحني تشنتني غابين من درقية ورذي بريدن وغان غجين ورذي إذن هاش وارث ديزن هاش وارث دين شناريف من غانا وغان والو يا أخي والو والو نشا نثاو ماتين نشا يعني شكا كم ميسو شعبي وكياريفي مين تخصيد شك قديني وذي القانا شا ودي قد ديفو ذي الملك اللي خصا ديفا قد ديفو قاس قومي دوسينا على وينا نثني تنعدان خانغ ومتحمل شكل المسؤولية مارة من أي ثومتينو مهم مرد زماد جاوب تجاوب مرد زماد معليش إما زيغننا إما زيغننا إما زيغننا نشين نقيم ضحش كيسن نيني نقيم داين نشين ضحش وزمان نوثو راس وزرو أزرو وزمان نكشين عن وز أزيت نوث مروان قيا معمو غنقيم معمو غنقيم نقيم داين حتى ما نعرف الله أعلم أرمرمي الله أعلم الله أعلم تخو وينان كلشي او وينان كلشي رخو وينان كلشي رخو راكش من داك الجواز ما يفغ من مين ما يفغ 30 الف من مين ما يفغ 30 الف 30 الف نو بروسي وانو بروسي ما ندقا ما يغني مزيقنا ما يغني مزيقنا وقينا فهمان مرة وقينا فهمان مش هذا ينغ مزيق زين غ مشحال 10 مليون يمزيق ناري هاي ني جن غ بارا هاي ني جن غ داخل مش هذا ينغ أمني خمسة ستة عشرة إيه فلسطين شذت وشذن سوزرو شذن سوزرو شذن سوزرو باش هذا أدار نتا موانسن شين عاذا كارن سيور عاذا كارن مرمي غسوفن شيني غاربي عماس سدقا عماس عماس واسين الله علم من يغين دقا إما زيغن إجريد حشخو نظني أرقي مامو إجريد حشخو نظني ينقن دينق تيران دينق ما يمكنش ما يمكنش ندرنا غدي 84 ندرن تنيات مثل غدان دان دان يقاصا وينون تي فارغيتو كاميون يتارخش السكه خسباله اخ مي عمه شوتو غادي نوالو انا راه عادني انت شاينو اخويا كريم اش يعاون ربي اثوما تينو اش نغي جنوار تسرد الزاير تحيخش الشجاعه يا ثانيتي اش كيمكن يجن بنادم النوم غادي العمر تسمى تحييخش كزيرات جغمورينو خيوارنا خش الشجاعة تمي مين دا شاينيق مين دا شاينيق شاقي دا إسبانيا
ولكن خميت راه هو تاع بال السارق ماني تاع السارق يوذان هذا غمو تاع ماني جاي بوبريان ميني توقعان مين دا شايني المغرب الريف الريف ماشي غا مشاو الصحراء الريف اقبح افغانستان تويد الريف يوذان وسين الريف مين دا زي الريف الريف ماشي الصحراء يا الريف اقبح اقبح افغانستان ثم ثان غيجان الخطا غان غيجان ثم نشين داري ولكن يوذن واسين شا اتزداني تغا هولندا ني غا وليمان ني غا بلجيكي السوار اتراك بحساني تغي تحيت سارة اتقعد غار غابي ديا عقرن يثمث نغت متاعن وني واسين عاد مني توقع عن داري واسين والو انت شايني جمني وا يثمث نغت ديا عام يثمث نغي مزيغ ديا عام اخويا كاري ليش انا ثوما تنوى وثماث النغ تيرانديس شموية مش خصم مش النيتش كنيش تيرانديس وا تيرانديس بيرون شي نسقا شي نسقا وزمارة وشي نجي نكونوني جاران غي جي نكونوني غابين تشنو غي مدد عندي غوان تداز اخو وا وا ثم غاش ثم غاش بنادم وزمالي السيوان انا الدقاء اي وزيد بزيادة تاع الشاحن خريفين عارفين تاع إنت الشاس نويناتي غربيين وأنا غيت قنوالو شين غان سلامات قزغن غان الزنزان كوشي الزنزان كوشي كوشي الزنزيت السوق الزنزيت وغان السوق القبيلاج الزنزيت الزنزيت ليش هو ليش ويجي والو ناري ندار انداري نمتاكينا مو غطاف غطاف هاي 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 لا يلا وميدش غير شي عاون نبذوني انت الله يعاون الوالدين بارك الله فيك الشجاعه النشخ وورني تقذ قشوف بنادم رخو ان بدا قشمانايا تقمو ديج البدايه ما يمير ولكن اسمح لي اخويا كريم انت قيت ولكن خصها غنغيري الحزب ذاري في غاس الواقع شوف ذي كاتالونيا تو ان مره ذي الحبس مره الرؤساء النيد وين اني توين تدير حبس نارا ومجا ومفغن مارا قاين عاد خوينا خدين نسن الشعب واناس ما يمي عزون الاستقلال نسن عزون الحق نسن ولكن الشيني مزيغن اسكبار خجلونوني مي غان سكبع الشين داو ماذا مارا دي جند مزيغ دي جند امو عون نزيد حسيمة امو نزيد دريوش امو نزيد ميضة امو نزيد سنوان هون نزو عاروي مرة ذي الجن مرة ذي الجن بلون مكة تذيير إذا الرئيس النغ ولكن تريه ويخفن نسر حزب والدبور حزب الاستقلال لا نقل حزب داري فيه حزب داري فيه تري غاس المعقول داري فيه والدبور الاستقلال ولا الاتحاد الشركة ولا حزب الشعبية ولا العدلة والتنمية ولا لا الحزب داري فيه منش تقنينا كتالونيا بايس باسكو غاسنا الحزب نسان والدبوغة الحزب أمينات محمد السادس ما شيخ محمد السادس أيها ثم وعبد السادس أقص على شفا حفرة من النار وسيق مواله هذا اليارق صحيح صحيح الدعاوين الشعب الأمة هادوين ثم تنوش حفظ الله تعالى غنغذيج المكلمة نغني أشي حفظ الله تعالى تحيير الشجاعة يا ثاني تقشوف باش ننتصر تامين تقمو شوف قرها أرخون تقار رضيو يوانيتا باش مار الشعب يخصدي كار ذانيتا ذا هذي السيور ما يمين تنشين إري في النغذي العالم وغاسن ماني غسيور خميض غي كارن تسور مار تسور تشوك هذي السيور وين تسور مار أدنا ويثا صغاث النغثو ماتينو ما يمين ترمخزين أخي غاد وتوارد غان غناظو غان دريه وش غان الحسيمة وغاس نورا ذا الراديو وصاحبي غان الراديو غان الراديو وغاس نجي مين غان السيور ليش أنا ثومة العمالة حسيمة العمالة دريه وش العمالة ماذا العمالة باركند العمالة وغاس نورا الراديو وغاس نجي وصاحبي غات نغذيخ في الناش ليش أنا ثومة تينو ليش أنا ذاني تذي إسبانيا وين قواجد العمالة قان غذي الريوش الريوش غاس التلفزة غاس الراديو الريوش وينات هو انا خدم خاس ان شاء الله نخدم خاس ناش ثومة عبد الغنيش المجموعة نيثمثنا يقواد يجنخان ان شاء الله يقواد ان شاء الله من يذير ثومتي
هذوما تي ان شاء الله تعالى شاء بارك الله. الله فيك. نتمنى من ما توارد سبحان، نتمنى غادي ان شاء الله سبحان. يا يثمان غير يثمان غدي يا عند الريف اخويا الضياعه نيشان اثني الطما ثمان ضحان خاسر جدود سيدا من سنه ثوماتين ثوماتينو باش هو باش هو نتجش يا ثمان غني نترجى الله يرحم الوالدين ستة بقى نشي نغني على الراديو ان شاء الله. يلا بسلام عليكم. الله يرحم الوالدين شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا. غنغذي ثومات اجن ثومات الحاوي مهم قداش دقق التليفون ثومات الطلحاوي ما راقش كي نغدا. السلام عليكم. أزول السلام عليكم يا عمر. السلام يا عمر. السلام أزول أزول إيش أخذ ساخذ دي اللايف نشروفها و توريخ الصور مخفكيرني طارق بن عزيز. لا مش بو خاصني نصور مش عادي بعض دو سيمس والمهم هاكوا موقع عن بوطة يكوورد زي نام فولا يعني كواو اخلك مي ديسكوشيري اوفر اوفر دي برسون زيلف يا مار مار تخاط نو نيتا دار اوفر نه تخاط نو دار نيتا اوفر مار اين فون ديز داخ مهم دار اوفر بورت نوخ خسبروك برودرينو ايش خود إيش خود إيش خود إيش كاش كفاز اليوم كفاز دائما تبعك مني ودائما الله رحم الوالدين رحم والدين رحم والدين أديغش أزغش إنك جن جن نقطة النقطة هي مطص مرحبا من عزو المعاون خشمة تزني غادي المغرب خايف تحكمن إتخسر أنا وضح زين بلاتان توضح الصورة نضش تقرين زيش في العالم العالم يكمل العالم الخوام اللي توقع عندي ثموة كان عشان يخنيف هزينا مقران دي جروبا والله ما غاص الخوام اللي توقع عندي ثموة والو والسمين دي توقع عنك طعن فكرة زي تعقب الكام شو مروكو سموية دي تنضط ولكني سبيتني ما ترنضها انتش فهموت زورخة تط بلانرايك برسول in أوروبا زيت بطر in مروكو سبيلت. Dat is echt een hele belangrijke punt. Ja, ja. Mee eens, broer. Ja. Ja, want die kunnen ons helpen. Niemand anders kan ons helpen. Wij praten alleen onderling met Marokkanen. Ja, die hebben niet de macht om iets te doen. Maar het is met z'n 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 تتخافي شوية تذكر خميخصة السور خطيب تتخافي شوية تذكر خصة العزو خوران فهماني ولكن ثورانش تسيد عادي خفيف من غالي العقل خفيف ضيضي يوقع قياس إيو ذانا ممكن يخرق ذي نخسن السند الحق قاش كرامي السند رمي ذي وخذخر قدا فقا ذي قيني تحكى مني ذي نقاذي عفانا وذي جنحش تصبح حتى ثومي اش تباخ ما نايا تباخ زقومي يوقع الكاريطة مكاروش تباخ اخبار يوميا تباخ اصحاب احرار اصحاب الاجانب المغربين غا اخبار جروبا من تجانية في الخمس المار تباخ ما نايا وزريخ عاود تانية زريخ التصميم يعني مساكين تقبل وتغيفون وغيرين من الجان تقبل الله حسن عاون كارنش مع لكن الجغز ما غاد السوي الخمو عادي نخصو وانت وخاص انت شخيش تمثل يا yeah, ولكن ما رشيش نيخ ولكن نشين ذا اوروبا وغانق ميزي غانق ذا او ميلي لا 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 الدنيا هاني هذا الحمد لله سي ورق مين تخصر وجيش غيك عن قبري شكا غاش ماشيش نيخ نقطة ناش نيخ مني روخا مرخص لنصو التابلات نخيخ بالدنيا نغاجي القوة دولة أوروبا يني كجان دي تايخ دي أونرخت سين يني وي ويتخيص الظلم وينات يني كيخي بالدنيا دا عاونين باش نصبغ المجرم نزقو شانس مروان كيمان هي عم ماصر خاص نقرا ما يمي كانت تقتل العسكر
قد الدولة كمال كتجي ديال جنة كيصمروا، ولكن أوروبا خاص القوة، خاص القوة، القوة طب قران ما لك عمون خاص نايت رادين أوروبيانا الصبر ما بزقومش هانس غير غير سوينات غير ستيلو براي عمود غير ستيلو خاص قلع المرة مي بريدن والصفق والسريف باش خدني غادي هو خيفة الدنس خدني خاص نقضى اي صافي ثابت كي ما نثقي مسكين غزي اللايف قضيا كي نخثاو مات الاستاذ عبد الغني ادوش انت فيك منايا مي شين كايري فين ذا نقايا الطاس انت مسالي لك اوروباويين سيو ثمانية ولا كتايني هذا جغ ستراكس ومثلا عبد الغني قيت فروج كينا قطعان غذين وجيو نهارا انت دي تجاوب نخي سقسيين شان ما نثقي مسكين اتسنت ذي الجواب نس صافي ثوماتينو ونستم زي ستساوان تم الدراريهم كنديو يخرقن ذانيتا يخست قاعد ما تسوي ثوماتين وغادي جن خليخ نهاية قد غانا دي جن باور الراضيو يوانيتي قرخ ميت السوارد وانيشان وا خطو في الساتيليت قيت راح ذي الساتيليت ماريو ذي تسران تفهم ذني غلا سما يولي ميني نسهل ارخ بلانغ ريك ثوماتين شكرا شت البرانك شت البرانك شكرا لحم والدي هذا ما ما إيش بارك الله أكنش قط بأخي نك إقبلنا وانس كايك أوب تي في أوب أونلاين ناري جناوريا ناريا ولايف بس ك إقبلايف تخون فول خطو ت توت عند يا برو أنا نسبريك كيف عند كير إن شاء الله إن شاء الله ثم تنوشي أندر توس بريفي فيل بيلا وفدناوك ق دات دارس التليفون نمبر فور إكيد ياو نمبر يا إكيد يا نمر خلنا وتيت تواصل واتين صرنا نمي كونتاك متجاوب. خراخ برودرين. واسك إتس فو ياو كان بتيكن هوريك تخراخ. شكرا لهم متعافك بارك الله فيكم. أكني عونار بإن شاء الله أكني عونار بمن يمر جنفسنو. شحف الله تعالى بارك الله فيك. وخا أنت قذا ومثنى غايث مثنى غتسويت مثنى مرذيني عاد شال المداخلة باش وانت كتاخو مثنى عبد الغنية ديك شوين هادي علق خايث مثنى. المهم. مرض النشال المدخلة غزري اثنين نايث مثلا جنت التليفون مرخص ما التعوذم إيويناث المهم أن رحوا مثلا عبد الغني أي إثماء وني خصنا ديراغا وإذا ما دي ديراغا غا ممرون التليفون أديراغا غا واتساب ثم عبد الغني المهم قد سري ذي إيث مثلا ذي ثلاثة المدخلات رخو مرض خصدتك سذا ليزي كوتور نغاش قمز زوغن أتفك سيثم وخذوا مات عبد الغني ودع بيت سري الترثين المدخلة ثنيث مثنى يتحيى زي المنبارة وانيتين أدقع ذنة عبامة يثمى قال منبارة وانيتين وم ثم عبد الغني ثم زوات كرة زي مارا مارا يتقع ذكينا غيج ممجهل النق إنت احترم زي المنبارة وانيتين وإنت احترم مارا يثمى ثنى ثم تدي تجن تليفون خان خصباد لاني غا خاش نكسيني غا واخا ثم عبد الغنية اسن قرخاضي ثم تاركيش لي زيكوتور ني مرض خص الو السلام عليكم اخوي كريم اسمح شتاري غاش دقا الصوت الصوت لا الصوت غانغ مليحة ثم تينو مرا غاش المشكل قطغا الشك يا ياك وا تغاش كثومات ولكن تسريغ ولا السيد انت غيكون تسول نخو عاد غاس بروبليم باش لا لا المشكل غاش ثومات المشكل غاش اوكي سامحه يا خويا مسامحه يا لي واخا شكرا شكرا يلا واخا ثومات عبد الغني اكس لي سكوتور نعاود ثومات عبد الغني ما خصك لي زيكوتور ني غاكسي واخا ثم عبد الغني ستم زيايث مثلا غير خصنا ديك المداخله انني صباط شويه انو شادي قوم مثلا عبد الغني غادي كجن الخلاصه المداخلات اللي دكينايث مثلا بعجاله شتاف غدني تتف ثم عبد الغني غنغدي ثلاثة المداخلات ثم تزين حسيمه السيورد ثم تجاني ما خصت تقد التليفون قضى النمرو الواتساب وتجاوني البريفي النمرو الواتساب غوا ما خصت شاشه تقدس النج ذواذ النمرو 00316573435 355
ثومة عبد الغني ثومة زي الحسيمة إناش قد دير عمان ديني الكيران إناش اسم مثل دها جوج وما جوج يعني إغاميين إناش دي عن تماث إناش إسرمان المعيشة ديني السيغرانتث إناش قبري دغيسن دقاني غاربين دقان ويناث طوغ المعيشة دين ثاخص رخوق سقع ذي المعيشة ثومة زي إسبانيا إدي السور نزي الحرقة كذلك ومثال إناش قود دي ذيني يثمثنا إمازيغن يعني ريفيين وشي نفوس ذي يثمثن ذي ثماثنسن زنوزل الأصوات نسن تتوينتن الأحزابيين الأحزابين السياسيين الريع المدخلة ثان قات ذي ومثنا سازي هولندا يخرق ذاني تا ديش نحاش طم قرنت رمي دي قال مدخل الناس ميمي ذاني تا عاد تصن الشباب نغوس لي فشل الوعي ولك تاني خمين زار مش الشباب مين خرق ذاني تا تبع القضية نعرف قالش ملي توقع عندي دي ذي المغرب ني واسن تعجب شهر حال ديش نحاش طم قرنت مهم ثومة عبد الغني بعجالة ميمي غان عاد تص من غنيني أواريش كثومة عبد الغني أخذوا مد المهم قوادين بالأسئلة في الحقيقة غاش مثلا قاع باند من الجانب الأخص ومثلا غي جنزي زي الحسيمة قي وصفد الواقع ما مش الجو ثلاثين جن سوار خاص شعارو يا جارنا نقاو الدقر مخزني باش الضيق ذا ميقان لحماني وميقان عريف ذي قيم داريف حق والدي هجم صغابيا باش ذي خارب وميقان المجتمع عارفي قتاني تنز خطة وممنهجة وروخي يعني ديس من بعد يعني جاب ذات يبديه جم خناضو شعار ويا واجه ترجو لنا صدي عارب النضو يسد في الديني غابي نطفن السواق نطفن قزيد كل شيء دي لنا دي دو السمريج وسن ديني تنافس ديني ريفيين دي الحسيمة نفس الشيء ولكن خاكتها وقتا وقت اديني غير اذا ما تنو السني الجن ديال ديريف قاي غاب يني دي تسني هجوج وما جني الاغلبيه الزيسن اغلبيه الزيسن ستمويل تمويل مخزن لان بزاف المؤسسات غاصن جميع ان اثني التقنيه الوزارات من الريع وزاره العدل وزاره المهم الاشغال مواجهه قمشه الاشغال العموميه المهم التعليم من الصحه إنه نومي كان إنه الإسلامية ما منين نحمد توفيق كل شيء الوزارة غاصن إيش الصندوق ديال الناس الاجتماعي قال الموظفين اللي مقرانا دير وقتها ونفذو تش الناس المخيمات سواء ذي مراكش سواء ولكن لو تركز الخارف تسند فابو تش تمول الناس حتى الوطيلات على حسب درجة هذين الموظفين قررنا تيش الناس اللي طيلات الجن فخما ديني الجين هوان شويت مهم تيش الناس الفلوس من زيغا كارن دو درين فابو فم يعني نتني الهجمة نخصص ان اد هجمة خاريف اخص تحود نوخ دين وقت العطلة خصا ديني بتواجد نسن تاتي باش هذيك النسيج الاجتماعي غانغداري في هذيك سواء ندير الحسيمه نغدي الناظور نغدي الدريوش المهم غندكا بزاف الناظور ديال الحسيمه اللي دينا دين الدم دين قرينا غانغ ديالي في كيساور نسد المازيغ خصها ديك السن المازيغ نيواط غيم ما غاشي كسر ما تيرسينش صافي تكساش كلشي روح نحتا الهو ديالني نغبي خفان ما نغواش تغيمش اش تكساش يرس من بعد يستحوذ داش خدموط ايوا عارف ايوا عيطي ماشي نقارس عارف خني انا غير كم ديال الخريطه هو اما اش بابينس داون د مودينس تتقضى خاصة قتلتين السياسه نسن اجت كنتي قبل قاد زيد وقت وميدو سيني على وينها قات او وين داك السن دي الجيش البخاري يعني اسم غان دي افريقيا مساكين تعدى خسن وينتن قال يعني بالجهه الجمن قالوا ميجي جنت ميقان اسماعيل نسن يتعطابر دون الملك نسن جاي جن عظيم يعني العظيم ذي القمع ذي المجرم ضام قران جي بنا غير بنادم جد قلت ندير حيوط ديني وقين ضد خاصهم يقان حيط اسماعيل ذي مكناس اجاز دغن دين دامني تنظن خاصن الحيوط تو بدن زي القبائل اللي غاسن يوتسن ولكن تو وين داكي سني وبدن المرتزي قاس بارا جا تو وين دي اسمها زي افريقيا روخا من دقن روخا عاوتاني نفس نثني عياشين ما جي عياشين المهم الغاشين سن يغاسن دين هذي الغاب
اجمد خس خارج وتعتبر بين سوينا خل وحده الترابيه مشينا علينا نغز شار حتى وحده نغاصن اما الشين كيري فين لا يهم البشر الانسان الريفي ويتعطي رفش السجادين ولا سحريين ولا المهم خصها تحود نخدمو قدرني يعني يجنوا عندنا الغزو والاحتلال وذ التعمير مش سقاق الاستعمار وسندد عمان ضم وثنى اثنين مضاوان ناري فما ونفغ نفغن وني ياور ياور وني حتى بعد ريفيين المهم وهذه بول الامكانيات ضاوا سنو غاسن من غاغان وغا من غا خدمن رحنا غرغاب ايوا عارف نخوث تسنت باش عماني غابيين بعد لا باش هم يتجروا غاد العطو غدور ولكن المشكله مرقي من دين اللي نتوارد بعض الموظفين تسنت غنضاني غادري واش نغاب نطيبني خميت تسنت غير من دين ضاوا سنت غير من ديني المهم تتفن ضموت تتفن اصافي قالوا خني تاع انت بنادم محتاج النظام ضد النظام وكعينش الفطره خيس غاد السور صداع سما زيغ تا كيري فينا شتما تفق الاغلبيه السور كي صداع عرفت اما ذي غابي اللي غديري في النغ صافي يرت نسن النذر فاق نمشي السور سما زيغ تا السور صداع عرفت هذا تينج الهجمه الطمقران يعني يجي الظلم يجي نوع الاجرام المخزني وشين كيري فين انا انت دا شتما تنقع يسن نوعاس من ياقات نابا حتى الدراري مزيان الجيلي دي تاسن دينا هني باش تحتفظ نخليها وينسن خارف نسن خمنا يا قدس معركة حقيقيا الهوية الوجود لنا فخص خاصنا من غلاب الدم دين السؤال اللي ندومات سازي هولندا كي قان دومات الهوي من خاصة نفس اللغات المغنية باش تطور غاي أوروبيين وهذا هو ما تقام من ندقيت ولكن مشي أن رجع حد نظني إغا النظام اللي ما نقام نبود النظام يعني فاسد نظام مجرم هذا تنخسى انا غديري نشي نشي يري فيين انا وعاس ما نياق الاغلبية انا اخمي غاش الزاش كدي الساحة سواء انو ميجان جاكي جنج وقت مثلا قبل التسجي حتى قد مثلا نجا طبيعية وجن دسغاني قد العالم دجا كمل جن تفاق جن مسيرات جن تق هاي هولنديين ديرو صور غا هولندا ولا في بلجيكا خاصي شا اتبين ميزان القوانش أحمد فقد الساحات الضهاب ديالنا يعني تعرفش دينيت خاصك تريد موجود شك بعدا خصنا احنا في ذاك الخفنا ان يري موجودين ندافع على حقنا روخني اذا زود وغاش يسان دون وكش غير ضمنت ماشي غاس الكتابه مثلا الناس دينيت خشين قاقنا مخورين لا ديال العالم يكمل اكواك القوه ومراغات ميزان القوى يجهد حتى والنظنية يتباعش يعني نشي يخفنا السنة أنيري نشي بعدا نأمنس القاضية النار وندافع خاص وبيكترا يعني أنيري قاع تمكس شوية نديب وذية تمكس ومهم ما تلوم شاغش تمثنا يتوذن خيخ في نسان ولا خل مصالح نسان شي مشكل ولكن غادي يحسيخ في نسبينا داري فيه الهوية سخاز يدافع فأنت داري في كذلك مش بالضرورة يتفوق ولا غادي من ولكن وان طريق الشازي حد النظني انت خان غايدة فعلا ما يمتتن واتجي يمكن اخني ساد يمكن اكن غيبد ولكن واجد انت غايقوم نس من خيس نشي الشعب كوشي حاران نخ بنسن سيخ بنسن واجد احتي غادي يصحب النظني غاشي نقش النظام نقوى اثني كسل ان دعجب من ما يمكنش حتى وين الطلحاوي يعني بالنسبه مش مش الجواب اخر من ياقات مليح بنادم هذه الاتصالات منظمات حقوقيه باش نفضح المخزني ني غير الاحزاب السياسيه دانيتي ني غير بداني دجان انسانيين ني معركه حاجه ظاهره ولكن انا اعتمد خيخ في النقد خصنا نشي ندير فيه انوع وتريج نوع الاغلبيه الطام قران ذو عسما يدنا نشت مثلا مثلا قاريف ذن صافي هجمن دخاس طعما تكسن دموث اما تكسنتني غدا سنة تسغن قاع مشي غلا تكسن تسغن دموث قاعد نديني ساور نصد عرفت عارف صافي ياسم كسينة ثلاثة ويتغيمي عارف يتجن عارف نصح
وين تغا عيش المال مهم واه مرة دي شن السؤال اللي غنيت وخا ثومات عبد الغني تو غادا ثومات زي اسبانيا تغيت التليفون قارس مرة خصك تعاود التليفون قا عاود التليفون ثومات زي اسبانيا نيغت شنو مثنا نيغتوش مثنا نغني خصك تلقى المداخلة النس واخا ثومات عبد الغني تو غيما سيدة تجينا دي جو سقسي قبل ما تغكناي مثنا غش المداخلة باش ما ركينش المداخلة حتى نسبد ثومة عيسى ومثنى عيسى زي بلجيك إنش ثومة عبد الغني سير جندوري سامحي واه سامحي واه تفضل ثومة عيسى زي بلجيك إنش السنة يعذان اورن جناب عن مخزنية إن يتعسسن خل حدود جاسب تاذ وين المهم الحدود لانه في ثار سبتة نانا شي جناب عن مخزنية روحن تعوم من غا سبتة تان ديني اللجو اثومات عبد الغني ان شمين زمادا نخثيني دي الموضوع والدي المسألة يعني واه اي باش تسلم بان النظام اللي الاغلب يا خمين السور وخا خينا قنب ذاتي دي جيني السور قضية يبدا نجن تسيا المساجد قد تكسن المهم هاك عني سيدهم المهم قا كل شيء تقريبا ديال المغرب اني واخا ملي قان قن سيدهم مسجد قام جو فين مسخ كنت في الكين عاون وايز ماني شوه هذا ريم دينيد بيجن جو وقت يا كي حنجاني من الصيانه نلقى عزونا ضاورا وشحال واجي غادي دير سينين زكوامي غنغ بزاف القصيرين يعني حنجاني من الصيانين قال لي 15 عام 16 عام اقيت دي اسبانيا دي جميع المدن اني يعني خاص وظنت حتى غا بارز قصد غنديني غاس ودي قنداط شحال الشباب ديني يعني خاص برامج وخينا هاقين دراري ديال مزيان ناور اني يعني خاص وظن نظني ايوا حتى يمخزني يني قد بدا نديني شي ساعة شيت غير قدم مخزني زعما فقط غير مخزن توني غا ضعيف وميس بوفري و مالي يفضوض ميس غير كزي المغرب نيت اضيار ياور اي دن حتى اثنين وفين ضوض ميس غاورا يمكن دار بن شويت باش اذعل من اذعم من اهل عم من شويت وخكين كينا غيرين قد طالب اللجوء يعني الأغلبية زيسن دي الدولة النثني جيدو فهم بسغل كتفي قد والمشكل يدينا يجندو ما تيجيني يقارش مبير مغيري وتين الشعب اللي يدافع على الحق كل شيء يعزو مسغل يعبروها كل شيء نظام السنة يقبح سنة فاسد سنة مجرم سنة مغتصب سنة بين الشطارة وطن الموت تكمل ولكن باش كنا وجهن الضحان تان ثنين تراجعن وغاسن تيجي الوراق يعني نهار يمكن عزون كان غا قرابح هو اما انت باش تضحى انت المهم يمكن دول كل شيء غيغيان ديال العالم يكمل يوقع ذا يسدام موثني وذان او موثن يتمتن عشرة باش هذا يعيش مليون من بعد ولكن الشنديني واخيس مشى واخيس مشى عزونا كل شيء اسن دير يد وجد ورنشيني احنا معاكم الو السلام عليكم عزون عزون دقيقه الو الو خز الدقه مقيم خزني انا عبرني قاولني واجي اول مره السلام عليكم لان مثلا فغنت فغنت حتى ربعه زي البوليس قبل الو تفضل اخويا عاورا زي الجيش قاتل ديني المهم بزاف من الوذن السلام غير فغنت تخص الله حمولي دي 8 مينوت قيمه كان غوقت عشاء هذيك مرثومه عبد الله هذيك مرثومة عبد الغني تقذى المداخلة نش المهم النظام الني شكرا الله حمولين يعني ذي وذي وذان داس ندي ولكن كل جيت يازو الحل غار يخفز ما مش غي انت غادي فيك اما غادي يعور اما ولكن باش ديريج نوع المواجهة جماعية دينا ثني المهم ضد المخزني ولكن واخا اضعف الايمان غير اضعف الايمان غا سوق ما ديني النظام ها قد فاسد مجرم وايس الجحشة هذيك زوج جيفينز دقني المصطلحات ني وغاس نبور معنا غندعية المقدسات الشرفاء اكسم منين زوج جي بعد التمزير القوني واجي لا شريف لا مقدس بعد كلمة يا المقدس غات تشقنطيت خوت الذرع قرن البشر خوت عوذنت
من المقدسة بنادم واجم بنادم مشنو كتاب محمد ستي قد نيغ بابس نيغ جد اسم محمد الخامس ني جواد جين لا ضحن وراضي وطنيين ولا والو جا خدمنا هاك الاستعمار الفرنسي اثنين اثنين خدمن يتحامثن عزو الحماية الزاس يتحامثن. المهم محمد الخامس ني مثلا جد سوانتين خرج غاس 18 عام وقيد ورق براق بابس يوسف من المجرم اللي قد حلف انك اكفران كود بيتان يفتن عارف سنة سلغازة السماء يهجمت 500 ألف البشر يوسف الني ميس ونقان محمد بن يوسف يعق بن محمد الخامس جغاس 18 عام زي 1927 اقديني ذي المغرب يحكم حتى 43 يسيد غاس رئيس أمريكان جينيج المؤتمر ديني ذي أنفا ذي دال بيضن روزفلت تشيرشل روزفلت الناس يوقش تقصش الطلب الاستقلال المغرب لحقاش رخني ميريكان جا فرنسا محتلة زي النازية الناس. المهم لأن ميريكان خصت تفتن أو التانية توسع يخفين سداتين دي إفريقيا دي نثنين نثنين جواسم بول مستعمارات قد يعيشن واحد سن ميريكان وميريكان وخيسن هذا استح جغاس ان شاء الله الجزر تفنظان لاني ولكن خص حتى بالنسبه لافريقيا خص دافر عاقش دقني البشر ما مش يحك من دي المغرب ضاول الاستعمار اما ديال الاستعمار الفرنساوي ني غو اسبانيوني ني غو امريكان ني غو اسرائيل ديال يحك من دي الماضي ولكن عادي وذان استعمال الدقني الاسلوب ني مش خيط طريق تبرات ني المقدسات ديالنا واسطة شا القدس يا السيدة هاقت ونتين مثل الاستعمار يخدم أكيد سن دينة البيت قنسن وفي نفس الوقت ندافع عن خاص المهم حماس فهذا يني رخيت فغن طعب ورن دينة هني يعزون خاخي في نسن وحل المشكل نسن خمي غادي فغا بارا قد يطلب اللجوء مثلا للأخير ايو صافي او كان خمي غاسوشن ذي وريقين ذي جميع ذي ذي بذا ذي ورعية شيء سيدهم طاطات أو ذي ذي الطنوبين ذي ورع المغرب إذ كذا عجرش ذي نخشت ناس ذي المهم مشكلة غانا مشكلة التربية البشر أنا ما كنت يخش هذه الفغزة ما وفغد نغي قيم ما روا وين نشمان الظلم يجند ذي مواطني وهذه مش مهم نغاش التربية شويت المخزونية ضيع الشعب اللي يكمل. خصبار نشتو مات نغي عزن نطالب زيش نشتو مات نقى القضية ذي شتنو جن صباوة بارك الله فيك خصبار نشت صباب كين غاب عمينوت لحم والدين صباب زي الشغاء أتي في الشغاء ومات نقى شيح الله تعالى شيح الله تعالى وبارك الله فيك ثومات نوني غاش تسمى واخا مرحبا ثومات عبد الغني تسرياش نشت تسرياش وذيث مات نتحيد إيش التحية نومتنا عبد الغالي تحية جميع ريفيين الأحرار النجان ذي حواريين ميخصة ورغم شي حواريين دينا أي ثمات من قد تفقها كيس نقاش تبع الله يفمليح قاش ديما تيجيغ شوي حتانك كل شي منن صحيح ولكن غنغيج القضية غاش تيديني غوما ثم عبد الغالي شين مرمي غنطاسي خص نكسر خوف مرن نكسر خوف ننطاسي هذا هو المشكلة غنغنشيني خص نتابع مليح تبني ذم يأكل زيش يأكل زي الحقيقة شنين عاد نتوقد توقدني على ويسنيت قوني تمش قغيت على جواز قاع نخسي لجوري قغيت على جواز قغيثين قيح قاثين السدا قيح قاثين شن الخوف الخوف مرنكس الخوف قنطاسة قد نفس الوجع مكشوف الوجع يعني أطاذرة قد نفس سوغنبو بالنغ إصفاء روخ نتي غنيني كافة 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 نغان فون شنين كافة نشين قمتاسة غو مثل كاري فمن نقصة لشيني مش السعدي مش السعدي غو مش السعدي غاب عثمانين ظن الزيان إلى غاري 7 سنين عقر خاص عقر خاص غاب عثمانين وخاس سويرة عقر خاص غانش زعب عثمانين شرحاري إلى غاري 7 سنين إلى عمورين السين وحمر غنشي عالوي ثانيا الزوشيني إن سيو مثل عبد الغالي واش هو صحيح من دج دقه واش صحيح
نغذي الشن الشن وين تجوز وني ماني زوشينا اخويا كريم بلا ما خاش طوال ماني هو السؤالين وغاريوا ثم تينو تغدي جنس الشهر بضم قرارنا ميت قاعد داش يحفظ الله تعالى مش ديما مش ديما كيش تقعد وتجيبو شي نزو نزو نروح الزاف نكسر خوف الرخو صور خرخ وا من قارن شتا وماتين ولا على وعسى قاغ الصار رضوية وانيتين بعدا واخا من هذا موز ما قاعد سوهم بالنس هادي قاعد هادي السور واه ها سوا ور واه والله والله من قاعد سوهم ديريك مي 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 من غسليك وعلاوي من غسليك من غسليك غنش نصور الحق ليش يعني واش الحق نغني بعدا نغزيت مع في المقنين الحوايج الحق نغي لازو ديريك ني باش نغتي ساع بعد ديكاش ما من داش دقنا لي ثمات من خل حسين ما قاف عم ما قام مي اما اني ماشي تنهار من انه مثلا عبد الغالي الناس الجمعيات ني مخيمين الناس ني من داش صحيح من انا نزريت إني هو ننسان مستعمر باش هذا هو نصحى يقارس نشي قيت حكام ثم ثني تاع الرغدي سعوديين تاع الرغدي دغلاويين شي نقارس ني دغلاويين غابيني دغلاويين فما باقش هو السؤال غاري اخويا كريم وتحيي خشو وتحيي جميع الاحرار يحملك الوالدين بارك الله فيك يحفظ الله تعالى راه الشاك نشمل ما ديرش المداخله قد تمشي تعجب داري غامي هو السؤال غاري سامحي لي نجي السؤال خدعيت العيد المجرم شقاس العيد المجرم العيد المجرم اللي قزري من ديننا ودي السيور الاخي اللي موت نربحها ودي السيور الاخي الاخي اللي كي قدس كي كورونا ودي السيور خوالو انت السور ديما خبابات الجدس من التا مين تعشى يا رد خاسوني الجزائر مرثا ماري السيور تخاسو مثل غاد الغالي وخاسو وساري غلبان عطا شوي وديت فغات الدات قادرين يا رد خاص الرئيس للجزائر من داز ديالنا قادرين لا وين هني الخطاب اللي ذا قديم شوي ذا قديم وتجبوز جديد ذا قديم شوي ياش ذا قديم واه تجبوز شوي ضاب بينا غاس يمكن شو ساريخ شي التاريخ اللي هو تما واحضر شي اللي تما لا زي الارشيف كي غاس تزي الارشيف وري غاس تتسنى ايوا باش تعملني هني غاس يمكن وما تنغى مرات هويت شوي سوي داي والنيد الجديد ديني الجن والنيد ايوا اسعار غربال واه مش عارف شير قد النيت تما مثلنا تزايا من ديننا المغرب يعني النيد اذا شتنا المحللين يجوا في ثاري جن تزايا والنيد الجديد والنيد الله يرحم الوالدين او مثل كريم هاد القاضي اخش زميت كذا بارك الله فيك سيقي سيقي نشير في قلبكي حتى فينا هذا هو الكلام يا مسمى كريم والسلام أختار فينا الشين خوا الشين وانت فرينا خفرين وعم مصر يقاس ليش روح اسم روح من نحن أرخو الشين كبير قال الشين من قضى من قضى زير مخزنة قامين تقاموت فاخاس ماشي نشي ثقانة ثومتين وكتار خميدي تقعد الشعب يساور ماشي كريم وها كفر غني كفر غني غا خميدي تقعد الشعب تقعد الشركة تقعد وين هذي لي يجن تأثير خر مخزن ما يمير تغى الشعب ما سويو في ماني غي ماني غي يساور مش تساور ذن خوشك خصي ذا تساور ذا ودي في ذا شماني فهمت ماني غي تساور نهارا أنا أنازم في بواجوت الشعب باش هذي عباد السيور باش هذي اول المخزنة ذي اول حاذا زمانية ومارث كي التينيث ذي السمانة نوهدان خميد غاث خميد غاث زادي القناة الرسمية دوزام قيت سقاعد دي الجن اجل المحامي ذا مخزاني سقني مقرانا واه والله يا ودي ولي واتحمل واتكبر قذري ذي ديون والله يا ودي خش وذي على الديوان وخش قريم اختوى حيت الجوج نشي مني واه هذا هو مني اللي مليح سما من تقمو وسني عجي في شارحة ذيني غا تسني لي تشو كثير وكتاخ من دي تقعد الشعب تقديش القناة على الراديو هادي قاعد في فادي عبا ميشي خص واخا دي مغربيين اللي جان دي حارين فهم ذا دي السيوان الله يا ودي مرحبا مرحبا بيهم تذيني ذي سمثنا حوارين ذي سمثنا زينو أني غش تدو مثل كريم جي لايف إني عدل مش نيخشي مش نيخشي قمي مش نيخشي أنت مزي توجد إيه إني أشي توجد زي الإعلام مرة غان غار راديو مرة أنا اللي تخش نحش نغني إيه من إني ذر مكثيس أنت ليش أنت أشي نختار وني السلاح غانه واحد من إني ليش زي مثل غش كسن الخوف اثنين الحوايج الإعلام ذر خوف مركسن الخوف قول الله تنتصر الخوف إني تكسن
والله العظيم اخويا كريم، وشكرا بارك الله فيك. بلا ما اخش عطا شي المداخله يحضنني، وزيدتو شي المسائل اللي راه تغني غاك السيد النيل. لا لا سك غاس النمره كاع يا سك غاس. واه عاد وخاي دياري شي، يمكن كي يجي يتصل يمكن. واه صافي تما شي راه السي نغمر مي تو السمر مي فاز مز باش هكاك شغل انا فينو شغل انا فينو مره باش ما راتني اذا سكدا رختني سادي خمي غاك مر لايف خمي غاك مر لايف عاود زيد وش نسيو وتجي ذا منوس اش يحفظ اش يحفظ الله تعالى. واه يا ولدي على راه الاشاره الاحرار كنغذى مرن تورن زمان انا نعاود زيشان حاج زيشان الجانب كنغذي نشتي نداوي. الله يبارك الله فيك. اش عاد غاش داوي غذيني اقي اذا كنت انا غاش داوي غاد تاذيني وتبقى الدنيا هاني غاش داوي غنبتاقى. الله يودي الله يودي اش يحفظ الله تعالى وسيقي نسو مثنو عبد الغالي بارك الله فيك الله يرحم الوالدين سيقي نسمني اللي تعجب انا غير حرين سنين انصيو ضل الميساج جاي مثلا غير تروح انت غير ندير قهاوي مع الاحرار قلت غير ندير قهاوي تناقش نتقى السياسه اين سن ايج الميساج ني جوري فيه ايج ايجو حاري قراكو ما ريم دغا الراديو نناقش دغا الراديو غنستافد الزوايا ويا ماني غنغل المشكل ماني غنغل ماني غنغل ماني نتوارى غنغل في النتيجه من يخسرين الميساجين وما مرحبا زي كل شيء ثوماتين ومني خسنا ذا نغيدي إغناء هذا نفديو الشل معلومة نغ ثمذ نشي ثمانية ثمانية ناس ناس صغية يويا ناس خميغا ناس صغية يويا خميغا ناس صغية يويا رمخزنا تما سيني الله وين قاز خنتيري في الله يا ودي والله الله اخويا كريم والله اخويا كريم ما راه عاود غير 84 شحضاغه صاي 7 سنين والله تهذرون تهذرون يا ريفين تهذرون اشو تجي من داش غاينه عاد يوري تجيبوا الاعلام قد السن تما ربي العالمين واش واش ربي العالمين الخيرات عاد انت كذا السيور عند زوارو ما يجا الاعلام ما يجا كاميرا ما يجا التليفون غانغ تكسوا الدقينا قادوس البخرى روح حاشاك بعدا كانت قادوس البخرى تكسطاق باغني حاشاك حاشا المستمعين تكسن ثاق بات كانت نزين غاش حضار اش وجي عاودني حضا السيدي. السلام عليكم اخويا كريم واش يحفظ الله تعالى والله بارك الله فيك يلا بارك الله فيك. انت قاده ومثنى يمكن اثومات عبد الغنير خو مرات خصدات تكسد لي زيكوتور ني ثم تاع الغني باش واخا شنت كطاشا يطاس يمكن داشك ما راه ثو حرذينا نخث. المهم قد سريد المداخله نحار يا النخث ومات هذا الجغت قالت لي جن تعليقي شك وش من بعد ما راه ما ريت شان المكالمه واتفنسي انسي غير شويت ما راه والو تفعاوذ نهار نهار ان شاء الله. ثم تاع عبد الغني واريش ايوا التحيه الطام قرده من السلامي عز نومينو يدي الدخل نجوها انت وادي الساس بس الساس هي لا قضية مسائل من تنديو بذي وانوينو قد جدي بذي لبعض البشر قمنا الطبيعة الإنسان منيجية ولكن سن انذكر اشت مثلا خميتي ري بنادم اقويايا دي بذي تمكس يكداري مدينيز الوقت اعز الحراك إيري فين فغن واتجي غادي الحسيمة فغن دي دري وش قعاوي دي النظو خادي النظو عجب دي نقمع انت نواتن جيشة جمعان بزاف ولكن جاذين يجي الحراك شعبي ريفي يعني فتين دي وقدين نخمي تيرين مارا دي وقدي أطرح وقي وقدين روخن اي قدر مخزن يجي وقدين ميمي دي هو سلق معني قاني حتى بعد يضوان دي مزيانا مش توري المهم ديار في قذورة يبدا قلال يعني وزما عدد حتى مرة الدار مخزنين يضغيات وريين غاو بدان بعد الشباب تفغن سجيرات تنتني كسين شعارات والشعار مثلا مش ربدا قاجة تعود اختي كريم بعد يشتمت من اعظم الشعارات اللي جان بزاف شعار يعني هي عارف النغمارة المخزنة دارة قاقاسيج معنى الطام قرن وكسين ديال عسمك ولكن جد جن وحدين جالس قد تني مهم اتمكس دي وكذي خميتيري خميزار ويزار ويزار و صافي دي جمعت اقدين روخني دي وكذي نتمكس قد فان ديني 10 الاف
جات فغن بالاخص للحسيمه دي كعاوي دي طيب دي كولم جدي الدري واش هيك فغن مره واش هو نسي وراه اخ الحسيمه غا الحسيمه جا دي نجي العدد دم قران دي كروقا النظري ديالي تاتين جات فغن صافي جاو كثير نينات نومي قان دي وكذني ومي جان مارا ولكن المخزن يجي يوكذن في الحقيقه هاي استعمل جميع الاساليب ازرائيل وميدجين الوزاره اللي ميقان تقني من الانفصاليين اثنين جا سجادا باش تقمع باش داوين يكذن الحبس هذا نسيب كذن قال الخطه نجي مخزن قالني ضروريه وين الشيء المهم ريفي النقد شيء سعى نتيري عاطفيا وانت فكاش بزاف قبل ان اني الحوايج شيء سعى مثلا في تقديري واحترامي يشتم غير في ماني مجان يسامحني الحسين ما دنيا ذي النواحي النظري يجن المسيرة ولا التدور يجي جندان قارت نحن ضد تني مشيخ شوات تقنق يمكن تاتني علاش ما وستشان شبوت تفريرق تسور المهم الشعار نينة عارف النغمارة المخزنة بارا الجيث نتيم أذيني من يخيس شو وخستاري أسجل الله في تسنى شوى جاء ذن في صالة شين سيادي شين عارف النغان وكيش جيغ باش أخاك مفاصل قاع واش جيويب دي النقطة يا واش أي سمح ما يشتمع مصر السور خمانايا الهاراني يخديد يعني جيج الخطأ شوية تكتيكي وغاص برمعنا قاع فالمهم دي قذي مكاس خمارا غي قذي نقاطن ما رقويا ير دي قذي نيت مكاس خلوها والمشكلة وينو دوما دي سيرن روح قاقا نغمارا ديو بذيني يا أخسة مكس وخا غاديري شازي ساعة مهم قد سنمت مارا لو ما شويت نزيز ووري غيزان الطاشي ساعة خاوض نكوش المنظر مهم غاك الحق ديو بذي تعياج ندور وخس مارينا دي مكس خسد شجع جارنا باش وني بذين أزاس مكس ديو بذي قد هذه خم مصادي وير حقين والحق الحقيقي وهو بنادم مرادي ولا هذه يعني هذه حرارة في نس هذه حرارة بعد غير في نس وهذا استغمدي وذي ويعطي زي حد هذه شيء جفين زوجنا إذا خابنا ذم ذي مثل يبد ولا هذه دانت قاخي فد قصر هذا إني قانا مني خفد معوق مني بيم تيخار المكتنس وردو ذاتنس دوام وينو غاش ديني العبرة زي الحراك ناري مكس دي وذي ومي يبدان يجين فوس كفوس أقوية دوان تموين النهاية الكلمة ثم تعد الغنية وضعبيني ودعون كار البرنامج جوانيتين يتوغى ذيس المعلومات المهمين نسيورد المهم نسيورد شويخ الخطاب النين العراب النين ومن تغني جان مهم عاوز سورد خوفو سزيرا رمخزن ذا اوروبا وعاد ان شاء الله ندور سجن الحلقة خاص مناينني باش هاد السور عاود شوية 6 دقيقة ومثلا عبد الغني مناينني و تما تشكاري شطاس ومثلا عبد الغني ايث مثلا تشكارتش كذاني تايا الطاس عجبس الحارة التصرة ميث غنيد البرنامج جواني تان عبد الغني ورنشين كتقامني كمشرفين على خاخ البرنامج جواني تا يقعن غجم الشرف ضم قراد تما رميث كين الإغناء يا رضي يواني تي ورشين قار مرحبا يمارا ونيت وران ازي استفدنا يثماثنا غاش المعلومات نخشان تمسرين قارس مرحبا بكم يا يثما سويثما نشين على الرضي يواني تين ذوا ذ غرض النظ ان السيلز ايويا ان يريد فوس دي جنايات ما تسويت ما نزمانا والتيم سرين تيم قرانين ومن غيني غو مثلا عبد الغني نقادش الطاس بارك الله فيك ار امان غني شعر الله ثم تعمل تحياتي شك تحياتي يومين وتحياتي جميع مهم قاعي شتمات نغس وشمات نغجيت النظن ومن واجبو ويتشكاشا قواتين المهم الواجب خان قاعدنا قواجيا قيمت نفادي ذو ذرينا نتراجش حد نظنية غيسي ونقراقنا ما نغان خور نقاري ذي ذو هذا سنطفر بدا حتى خان غي مكس جورتو ما يهاقات يخان غي المهم
إذا نغي ضيع الحياة نقر من الزمن زي 1926 ترجوه قالوا قاعدين أتكمل قرن زقومي خارب اننا خارب اننا يعني التنميه الاقتصادنا خارب اننا جفنا خارب اننا ولكن شن كشعب حاجه ظاهره اخصنا غنناضل نسترجع الحريهنا باش نشنري ليام الشعوب العالمي يكمر ني غني لي ام بنادم يجند العالم يكمر يكسر جفين زوجنا يكون يخفي ناس على المستوى التعليم يكون يخفي ناس على المستوى الثقافي مهم وقيمة التالي دي زرين ميدن يعني وقوش أخذ موارن ميدن باش هذا يعيش هذا يعيش إذا ما تنسى أنا ذراري في النغ تا الأمنية ينوان وينو والأمنية جميع رفقين تريفقين مغادجة الغير ومغادجة الحب أخي نث ما تنسى يعني ناري في نسن أوينو واتين الواجب وخساز سنقوم قاعدا بارك الله فيك ثومت علي من غش توفيق البرنامج إن شاء الله بارك الله فيك قاش ثومت علي سلام واخا مش نتقاد ومثلا عبد الغني مش قارن جلب دقاق في الحقيقة ما أنا يوخا ستحذج بالشكر يا ثما سويثما وإنما وذ الواجب يا ثما مش نغان غيج الفرصة نهارا زمان سبد النظام خلا حد الناس يخصون سعى قارن أشا ما أنا يا مش إني ثوما تاع الجنة نهارا غير الإمكانيات بالخصوص الإعلام وانيتين يا ثما سويثما مش إني ثوما تظنظ عذا 84 توين توشي الدا وتجوش تغير النخبة وتجوش تغسل ونهارا العكس مش دفع الحراك من يسح نجح الحراك نبي السوغ القضية الحراك نا العالم من نكمر سلوى سائلان الإعلام للمواقع التواصل يثمات سيثمات ولهذا مش نقار مش إن شاء الله نتق المجهود التم قرانين المجموعة يثمات نغ باش نستوار تقنا الراديو تقنا المواقع نشين زقو ذاني إيو يقطعن بورياس إي إقان ويجي بالمستحيل المستحيل نشين وزيس نتقيمنا يثمات سيثمات وصل الفضل النومي يثما سويثما أنقيم متشبثين أكيويا أنقيم تفض أضعف الإيمان بنادم أدياس هذه السيور مش نير ذانيتين خمنت قارة ذوية وانيتين غاسج القيمة مهمة غاسج الضغط الطم قران تخر مخزن ما يمي ذو جيت تسغد سوار نشوها وإنما ذيس القضية الشعب الشعب يتز دي السوار يتقل موقف نزل مخزن وانيتين يثني تصنفني منايا خمي غاس نثني روروف ني وذانا يثما سويثما تقع عاذن تسوارن تقن الموقف زي النظام ني هادنا ويا يثما سويثما هادنا ويا النتيجة وبنادم ويا تقطع شراياس وتقاضي قتلني وطاس الله رحم لكم الوالدين مرنا تشالوا ورو تجبو ذو ني تعزم المسامحة نغمارا عطاخا ومن كثاخا ومن يثما سويثما نقارا المسامحة ونتقاضي قتلني وزيرة جاغ نورا يثما سويثما خر وقت النم ونوم ميثوشيم خل بارتاج تمسرين مرة أكن يحفظ الله تعالى أمرقي نعاون نهان سفت إن شاء الله أتفذيني عوضة على الراديو أنا خزان قل الموضوع يعني غد نستاذ شنو مثنى أتف عاوذ أنا مصوب أكي أي ثمات سوي ثما جيك النيو ذير هنا أمرقي نغذي من يوتسن والله رحمكم الوالدين.